تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاده اف ام، برنامج البطوله المعد ديالكم اليومي من اثنين حتى الجمعه، من الوحده حتى الثلاثه. اليوم سبحان الله هشام طالق ليا الميكرو، هو اللي كيقول لي سير بدوي، يلا زيد طلق الميكرو دوي. الله يحفظك السي هشام. تحياتي للكابتن فخر الدين. تحيه لك منير ايمان، سي هشام وجميع صديقين وصديقات البرنامج. كيف الحال؟ الحمد لله ماشي بخير، اللهم لك صحتكم لاباس. ايمان اهلا وسهلا. تحيه لك منير، تحيه للكابتن فخر الدين رشحي وكل المستمعين ومستمعات شاده اف ام. كل شيء بخير، كي دايرين مع الصحيحه؟ الحمد لله انت بخير. هانين الحمد لله، اللهم لك الحمد. واليوم مبروك عليكم جوله اخرى من جولات كاس التمييز. ان شاء الله الرحمن الرحيم. عجبني هلال الطير البارح مع السي محمد امين وبالعودي، قالوا لي كاس التمييز واش الحضور اجباري؟ قالوا نكذب عليكم، كان مشي حيت الحضور اجباري. ايوا جاو من الاخر مدربين ديال الفرق الاولى كيحضروا في هذوك المباريات غير حيت الحضور اجباري. واش المشروع فكره مزيانه وداك الشيء وعرات بزاف ديال الحوايج، ولكن خصنا ندوزو عاوتاني لطاب اخرى نشوفوا شنو هي الاشياء اللي خصك تبنى عليها هذا الشيء الا بغيتي تزيد لقدام، الا بغيتي تصحح شي حوايج بغيتي وعلى اين. ولكن غادي نعجبك فخر الدين اليوم ان شاء الله، كاين شي حوايج اللي غادي نتكلموا فيهم اليوم. كيف شرنا لها البارح ليضات فيفا اسبوع المنتخبات الوطنيه، غادي نرجعوا للمنتخب الاول اللي بدا التجمع ديالو بعد التغييرات على مستوى التشكيله وبعض الغيابات. غنتكلموا على المنتخب الوطني وهو يسميوه مواليد 2000 فما فوق، هي ما فيهاش او لتحت، مواليد 2000 فما فوق اللي هو المنتخب الوطني للاعبين المحليين. ندير واحد القراءه لديك التشكيله وبعض الملاحظات وتنسول على فخر الدين بالعين التقنيه. غادي نرجعوا لمنافسات القسم الثاني، الدوره الثانيه اللي تلعبات هذا الويكاند، اضافه طبعا المستمعين ديالنا الكرام 05 22 36 05 36، الزاويه ديالكم للنقاش وتبادل الاراء، مرحبا بالجميع. رحيل يوهان الثاني، يوهان نيسكانسن النجم الدولي الهولندي البارح. وانا بغيت نتجاوز ذاك النقاش فخر الدين ديال رحيل اللاعب وداك الشيء، انا كنسولك لان عشتو نتوما ديك الحقبه وربما الكثير من المغاربه كانوا هذيك الحقبه اللي عاشتها هولندا هي اللي خلات الاوج ديال هذيك الكره اللي لعبات هولندا ديال كرايف وديال يوهانيس كنز. ايوا ليليغونس، سبحان الله هذوك اللعابه الهولنديين منير كانوا كيمتازوا بواحد الطريقه ديال اللعب ديالهم كانت عندهم سبيسيال، ملي كتشوفهم كيفاش الوقفه ديالهم وداك الشعار تبارك الله وكيفاش كيمشيو بلا بال، فوتبول توتال وكيفاش كيلعبوا، كان عندهم ان فوتبول ديالهم هما خاص بهم الهولندي. يمكن ما داروش ان بالماريس فهادشي ديال لاكوب دي موند دو فينال، لا ولكن ما دو فينال متابعين مساكن ما كيساعدهمش الحظ، ما ساعدهمش الحظ ان طاحوا ديما مع البلد الفينال سميتو، وكان عقل على ماتشات اللي دوزهم وكيبقاو فيك كتبغيهم يربحوا وكتشجع ودير، ولكن فانت كونت الكره ما كتساعدهمش على عين. هولندا كتبقى كيف قلتي انت هذاك الجيل هو اللي عطى الاشعاع اكثر للكره الهولنديه، وما هاد الناس هادو الكره الهولنديه على مستوى المنتخب وحتى تاكتيكمون دو فينال ديال لاكوب دي موند، وحده تصيدوا فيها مع الالمان وحده اخرى تصيدوا فيها مع الارجنتين، وقعتي مع الارجنتين ومونيرا على كي غيديروا لها مساكن في الارجنتين. في الارجنتين عقلتي عقلت كان باس وب ماشي عقلت عليها، ولكن انا باقي ما كنتش ديك الساعه مينوتي هو المدرب تفرجنا في ذاك الماتش مونير. ثم اجاكس امستردام اللي كان بطل ديال اوروبا ثلاثه المرات متابعين، واجاكس خدا شي حاجه مع البارسا ولا ما خدا حتى شي؟ ويلعب في البارسا لا واش خدا مع شي تيتخ ولا لا؟ قال لك يلعب مع البارسا لعب 74 79 قال لك يلعب مع البارسا كياخذ البارسا غير مع البارسا ريال مدريد 74 مونير غادي ياخذ شي حاجه، وكان خدا ثلاثه ديال كاس اوروبا الانديه البطل هذيك الساعه مع اجاكس 71 72 73. يمكن ملي كتهضر على هذا اللاعب بحالو بحال واحد العدد كبير ديال اللعابه ديال هولندا، وتكلمتي على اجاكس انا ديما كنجبدها لك مونير تنقول لك ماذا وقع داخل هذا الفريق اللي كان واحد الوقيته يقام ويقعد له في السنوات الماضيه، تغيير جذري حتى الطريقه ديال الا شديتي اجاكس ديال
هادي 21 عام وشتي الصوره ديالهم وخديتي اجاكس الحاليه دابا غادي 20 عام الجيل ديال جيل ديال كلويفرت سيدورف بوغارد دايفيدز فاندر سار غاري ليتمانين اللي كانوا داو تشامبيونز ليغ داو بارسا غادي تجيك غريبه الا شتي الصور لا سي ميلون غادي تشوف حتى البنيات وهذاك الشيء تغيرات الامور سبحان الله العظيم انا اش كنتكلم معك انا الكره العالميه راه حتى هي كتعاني دابا حاليا يوهانس كينز النجم الهولندي السابق الذي رحل هو كانوا مسمين عليه يوهان الثاني لان يوهان الاول هو يوهان كرويف يوهان الثاني والمدرب رينوس ميتشيلز هذيك الساعه ومزيان اخويا الواحد عاوتاني يتكلم على ديك الحقبه لان هي اللي ربما كانت نقطة تحول في المسار ديال الكرة العالمية كانت الكرة غادا في شكل ملي جا هذاك لو ستيل وجات هذه الكرة هذه ولات حاجة أخرى اللي هي امتدات دابا كريف داها لبارسا وبدا كيعتمدها في سميتو وبقات غادية كي قلت لك غوارديولا تا هو اللاعبين الأوروبيين فخر الدين وصلوا لواحد المرحلة ديال كاينة تصريحات عاوتاني وآخر مرحلة هي الإضراب عن اللاعب بزاف هذا الشيء هنا غادي كالوندري ثقيل هو اللي يقدروا يديروا دابا ولكن بعد ايه زعما شنو غيقدروا يديروا ما عرفت كنظن انا بان الخطوه التصعيديه المقبله هي الاضراب اضراب عن اللاعب ايوا الا كاين واحد لجنه اللي غادي خاصهم يلقاو توافق منير جمعيه اللاعبين المحترفين فوالا نقابه خاصهم يلقاو شي حاجه منير خاصهم يلقاو شي حل نبدا لانه هو في حقيقه كاين عناء لهذا اللعاب هذا عندك كثره المباريات منير صعيبه بزاف خصك تلقى شي حل وفي انتظار يلقاو شي حل ان شاء الله الرحمن الرحيم يلقاو شي حل منير حنا غادي نتبعوا هاد لي دات فيفا ان شاء الله وما فيها دوري الامم الاوروبيه فيه مجموعه ديال القمم اللي غتبدا نهار الخميس فرنسا مع اسرائيل بعد من بعد عندها وقيلة جو سي با واش لا بلجيك ولا ما عرفتش شكون اللي عندها من بعد انا ملي فرنسا منير في غياب يعني على فرنسا انت اللي كتعرف جريزمان كتعرف الاجواء لا هو مؤخرا منير انا كنقول لك يمكن هضرت معك على مبابي البارح ما غاديش يكون حاضر وقيلة هذا لو جودي وثم جريزمان اللي اعتزل نشوفوا التشكيله اللي غادي يعتمدها دي 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 شون ثم يمكن يكون غياب ديال داك اللاعب ديال البايرن ميونخ اللي كيلعب في لا ديفونس هذا هو المستجدات اللي نقدر نقول لك انايا انا لا اظن ان فرنسا غادي دير شي نتيجه من غير انتصار امام المنتخب الاسرائيلي وكولومواني اللي جاي من البي اس جي واخا ما كيعتمدش عليه لويس انريكي انا ما نشوف هذه اختيارات ديال ديشون حتى ديشون غادي واقيلا في بقى قد ما فات انا نقول لك ما بقاش نيت راه سيفري ما بقاش يقدر واش ما بقى قد ما فات وسط الطريق ولا لا هو نيت هو بيموند 2026 هي انا كنظن صافي ما بقاش فيني زيد كاين واحد التعليق هنا ديال الصديق ديالنا ولد الشاويه في الدنمارك كان معلومه قال لك يوهانس كانس بخلي وجه الوداد هنا مع مع احد الفروق ما عنديش بالضبط انا تحقيق يمكن جا شي واحد لا هذاك راه كريف اللي جا مع برشلون هنايا في ستاد دونور الا كانت 74 73 راه غيكون جا نسكن جا الله اعلم جا نيسكن سامونير الوداديين القدام مع الليل الوداديين القدام الله يجازيكم بخير لما عطاونا المعلومه يوهانس كان سبق ليه واجه الوداد مع البارسا سنه 74 كان كيدرب الوداد عبد الله السطاتي واش هي في ديجا مع البارسا ما عنديش كان ديك الساعه مع كريف لا عبلاتي الا كان في الوقيته ديال كريف راه نيسكن لعب ضد الوداد ما عرفتش والله اخويا علينا تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين غناخدو فاصل ثم نعود لمواصلة الحديث ولا سمحتي لي فخر الدين قبل ما نمشيو للمنتخبات واحد البالغ عجيب صدر ديال العصبة الاحترافية البارح عجيب وغريب العصبة الاحترافية لكرة القدم واخا بالغ حنا ما أنا شخصيا ما مع البالغ ما ضد البالغ ولكن نحاول نشوف بين السطور ونقول كنكون واحد القناعة ديال واش العصبة فعلا سيبلات شي حاجة ولا غير ضيعات الوقت
وجاو خرجوا بواحد ثلاثه الفقرات اللي ما غتفيد حتى شي واحد. فاصل مستمعينا ثم نعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شهد اف ام، وتحيه لكل الاصدقاء الذين يتابعونا معنا حلقه اليوم. تحيه للمستمعين وتحيه للمشاهدين عبر اللايف ديال شهد اف ام في اليوتيوب والفيسبوك. البارح كان واحد البلاغ ديال العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه. اسمح لي السي فخر الدين واسمح لي ايمن نضيع لكم شويه ديال الوقت والمستمعين، بغينا نقراو داك الشيء لان فعلا ثلاث فقرات خفيفه على اللسان، ثقيله في تضييع الوقت. قال لك سيدي: لوحظ مؤخرا ان تصريحات مسؤولين ومدربين لبعض الانديه المنضويه تحت لواء العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه مجانبه للصواب. هنا لوحظت تصريحات مسؤولين ومدربين لبعض الانديه. خرجوا ليها ديريكت، قولوا لوحظ الرئيس فلان والمدرب فلان في الفريق فلان، صافي. ليش شي واحد مثلا شي مجمع تقالت فيه شي حاجه قالها شي واحد وما عندكش الجرأه باش تقول ليه فلان داكشي اللي قلتي وكتوجه الهضره لكل شيء. اسمعوا، راه داك النهار الله يجازيكم بخير ما تبقاوش. ولا تخدم تطور كرة القدم الوطنية والتحولات الإيجابية التي تعرفها في ظل الاستعدادات المكثفة للاستحقاقات القارية والعالمية التي تستضيفها بلادنا. أي واحد بغى يتخبى في شي حاجة كيدخل تظاهرات والاستضافة. وإذ تنبه العصبة إلى جسامة بعض التصريحات المؤججة. أنا هنا متفق معكم. صريحات إلا كان المسؤول ما كيبقى كتبقى كل مرة تعاود تؤجج، وراه فعلا كيتأجج لأن الجماهير كتولي حتى هي كتمشي على رأي المسؤول ديالها وكنعيشوا في هذاك الجو ديال انعدام الثقة. بخصوص التحكيم وغياب الحضور الجماهيري، ها هما سي بلاو الموضوعين اللي فيهم الهضرة واللي فيهم التصريحات. بعض المباريات التي تشهد ملاعبها إصلاحات مؤقتة قد تنتهي في الأشهر القليلة القادمة. غير هنا الله يجازيكم بخير العصبة الاحترافية أو كاتب البلاغ أو محرر البلاغ أو من أملى على كاتب البلاغ أنه يكتب، ما تبقاوش ديروا ذاك التعويم. راه ماشي كلشي الملاعب حيت يتم اصلاحها تم ترحيل انديه لشي بلاصه اخرى والحضور الجماهيري. راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما مربوطاش ببعضياتها. راه كاين انديه اللي كتستقبل في الملعب ديالها ويمنع عليها استقبال الجماهير ديالها او تنقل الجماهير ديال الفرق الزائره، وما عندها علاقه لا بالاصلاح ولا بتجديد الملاعب. وشوف اصلاحات مؤقته قد تنتهي في الاشهر، يعني قد تنتهي وقد لا تنتهي. كما تدعو العصبة الوطنية لتكاتف الجهود من قبل أفراد أسرة كرة القدم لمواكبة المسار الجيد الذي قطعته كرة القدم الوطنية مؤخرا. المسار الجيد الذي قطعته الكرة في واحد الشق وفي شق آخر يلزمون العمل الكثير باش ما نعوموش، ووضع أسس متينة من أجل تحقيق ما تصبو إليه الأندية وجماهيرها في احترام للمؤسسات المدبرة لشؤون كرة القدم الوطنية. واش بلغ اصلا فخر الدين والناس ناقشات التصريحات البارح وهضرات وداك الشيء، واش كان من المفروض تخرج بجوج سطور؟ ما عرفت انت كي قلتي انت. انا بالنسبه لي الجمهور كينتظر اكثر من هادشي. الجمهور كينتظر اكثر من هاد البلاغ. الجمهور بغى يعرف الحقيقه ديال بزاف ديال الاشياء، ماتشي ديال الخرجات ولا الاستجوابات ولا التصريحات يا جاربه العمل. دائما كنعيشوها في هذا الحقل ديال كره القدم. اللي خصك تهضر عليها منير وتكلم عليه هو الاشياء اللي واقعه دابا حاليا، وتقدر توضح للجمهور المغربي اللي هنا هو اللي كيوضع دابا تساؤل. دابا بحال حنا هنا دابا في الاذاعه، من نهار اللي تبدات البطوله يمكن سؤالين كيطرحوا دائما على الطاوله ديالنا، واللي هما التحكيم واللي هو غياب الجمهور. هادو جوج ديال الحوايج كاينين حاضرين بقوه. واش ما كانش العصبه هنا خصها انا بشويه نجيك متدريج يا منير. واش تقدر تشرح للناس بحال دابا في التحكيم بعض الفروق متضررة. وملي كنقولوا متضررة أخطاء تحكيمية اللي كتكون بعض المرات مباراة تلو الأخرى، هذه وحدة. ثم تكلمت على القضية النقطة ديال غياب الجماهير. غياب الجماهير ما بقاتش محدودة على اللي ما عندوش ملعب، يقدر يكون عندك ملعب وكان منعك من التنقل ديال الجماهير. وهنا سي فخر الدين في العصبة دير واحد البلاغ لأن كل شيء كي
كلشي كيوجه اصابيع التهم العصبه نقولوا لهم بانه راه غياب الجماهير يعود الى تقديرات السلطات الامنيه. كل مدينه وكل منطقه السلطات هي اللي كدير التقدير ديال الحاله الامنيه ديالها، وان العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه لا علاقه لها بهذا الموضوع. وضحوا هذا الشيء للناس. مازال المساله ديال التحكيم نسبيه، تقدر تعطي ارقام مثلا. انا مسالك كنتظر تخرج العصبه تقول لك ها هي وضعيه الفرق الممنوعه من الانتدابات او التي لا تتوفر على الرخص الاحترافيه، وها وضعيه شباب المحمديه بعد انطلاق ولا قبل انطلاق البطوله تعلن العصبه على ان الانديه التي منعت من تسجيل لاعبين هي النادي كذا وكذا وكذا وكذا، وانه حاليا بعدما جرت ما عرفت شحال من مباراه دابا وضعيه الفريق فلان فلاني راه غدا وغادي تسوى وراه ما تسواتش. هذا الشيء اللي بغاو يعرفوا الناس. ونقطة أخرى منير هي ديال أنه الملاعب اللي تسدوا ولا اللي كيتم الإصلاح ديالهم، وكيقولوا لبعض الأندية سيروا قلبوا على راسكم نتوما حنا ما عندناش، دونك هنا العصبة تقدر تدخل وتلقى لبعض الأندية الملاعب. دونك هذه النقط اللي كان أصلا خص تكلم عليها هذا الباب. ما عندهاش علاقة بالحضور الجماهيري. لا ولكن لا ماشي الحضور الجماهيري، أنا قلت لك من النقط اللي كان خاصها حتى يتكلم عليهم، لأنه هذا الشيء داخل تحت لواء حتى هو ديال العصبة الاحترافية. واخا أنا بغيت ندير شوية ديال الشغب بناء على هذا، حيت حنا داخلين قال لك تهيب تدعو العصبه الوطنيه لتكاتف الجهود من قبل افراد الاسره ديال كره، حتى حنا نعتبر روسا من افراد الاسره. بغيت ندير شويه ديال الشغل. دابا هذا بلاغ يعود للعصبه الاحترافيه. أني لا سمح لي يا عمر نوريكم شي تصور هنا ديال شكون هي العصبه الاحترافيه هنايا، والمشاهدين اللي معنا من هم مكونات العصبه الاحترافيه. حنا غنشوفوا الا قدرتي تعطينا عمر تصويره بتصويره وفيهم الاعضاء ديال المكتب المديري للعصبه الاحترافيه باش نعرفوا هذه العصبه شكون فيها. ها انتم صوره اولى، ها سي اسماعيل الزيتوني، سي حسن الفيلالي كان هنا كعضو جامعي، راه مراد حديود كممثل للاعبين المحترفين. ندوزوا لصوره اخرى، هو عمر غيعطينا صوره. نشوفوا هذو الاعضاء ديال المكتب المديري ديال العصبه. ها هنا كاين الصعب الحق رزق الله مندوزا، وفوق منه عادل تويجر، هادو اعضاء العصبه الاحترافيه. نشوفوا تصويره اخرى سي عمر، هاي هنا كاين السعب سلام بالقشور، فوق منه كاين حكيم بن عبد الله الرئيس ديال نهضه بركان، لتحت هشام ايتمنى النائب الاول لرئيس العصبه اللي هو حاليا رئيس الوداد، فوق منه سعد الدريب عضو المكتب المديري للوداد والنائب الثاني لرئيس العصبه. اذا هذه هي مكونات العصبه. واش الا كنت كنقول هنا لوحظت مؤخرا تصريحات مسؤولين ومدربين، راه واحد من المسؤولين السي بلقشور راه جالس حداك، لكن كنهضروا على التصريحات المؤججه هضرنا مرارا. دابا كنهضر انا بالصفه هو نائب رئيس العصبه. ها هو هي الامور حاولنا نوضحوها. العصبه ليست عبد السلام بلقشور بوحدو، العصبه كلشي هاد الناس كلهم عصبه وطنيه لكره القدم الاحترافيه، والبلاغ يعود اليهم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا عمر. معك ياسين، أنا كيبان لي البطولة أنواع، هذا العام ضعيفة، الحكام بدون جمهور، مرة يتلعب بالجمهور كيبقى الاحتجاج على اللعابة، الوداد مظلومة كل الفريق. واخا الله يحفظك السي ياسين، الله يشافيك أخويا فخر الدين البرد. المرجو من المخرج ومساعديه توفير منديل أو مناديل للطاقم. وشكون اللي غيوفر المناديل للمخرج؟ هو هشام. علاش سي محمد هاد القضية ديال الاستفادة ما قلتوش ملي كان الفريق مستفد؟ أنا راه عندنا واحد القناعة هنا، الحكام يخطئون ضد الجميع، يعني ملي كيغلطوا ضد الجميع راه من ناحية أخرى راه كلشي مستفيد، ولكن الناس كيهضروا فقط غير ملي كيكون الحكام أخطأ. نهار يهضروا الناس ملي كيكون الحكام غلط ليا انا وعطاني، ديك الساعه فالنيه هي لاصلاح التحكيم. سي منير اسحب كلامي، يوهانس كنز لم يواجه الوداد لان المباراه ضد البارسا لعبت يوم فاتح 174 وهو انتقل للبارسا في يوليوز 74. دونك كما قال انا خديت المعلومه سولت فخر الدين، وكنسول هنا حتى الاصدقاء الوداديين اللي غيكونوا عاقلين على ذاك الماتش او اي مباراه اخرى يمكن كان فيها يوهانس كنز.
سي منير فين تلاح البلاغ ديال العصبة؟ تلاح في الموقع ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. غناخذ واحد الفاصل قصير مستمعينا الكرام، من بعد غادي نمشيو نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي والتغييرات ابرزها استدعاء يوسف بن العمري لتعويض نصير مزراوي. ما تمشوش بعيد. وعلى نغمات مجموعة السهام حنا فين غاديين؟ وحنا كنتكلموا على كرة القدم الوطنية وعلى هاد الأشياء، وبغيت نواصل معكم قراءة التعليقات ديالكم. ابن هاشمي راه مزيان عاوتاني الواحد يدير شوية ويرتاح. عصبة كارثية وفاشلة من راسها حتى لرجليها. لا راه الكلام سهل السي صابر، دخل معايا للتفاصيل. فاش فاشلة وفاش نجحات وشنو كيدار؟ سهلة نرجعوا اللور راه قلنا شكون هي المكونات كلها. السلام عليكم خويا منير، واش مكونه بين شي حاجه مقارنه مع ديك الهاله الاعلاميه؟ واش كان عنده الوقت باش يبين بعدا؟ راه باقي الوقت، راه السيد يلاه جا. الا حسبتي ليه دابا راه شحال ما كاملاش شهرين باش جا مع 20 انتداب جديد، اذا وقت طويل خاصك هنا. سول الحاج على طريقه سير المقابلات، بزاف ديال الودادين عيبوا عليه الاختيارات، 6 تغييرات وقراءات الخصوم، يمكن راه داخله في هذاك الشيء ديال الوقت، السيد باقي كيجرب. سيمونيا للمشرفين على الفرق الكبرى، راه كاين فرق بين الصوره والتصاور، بمعنى انه التصاور ديالكم احيانا كتمس بالصوره ديال الفرق ديالكم اللي كتمثلوا. الله يرحم الوالدين، شكرا. وخاصه اذا كانوا هاد الاعضاء يسيرون في المؤسسات الوطنيه ديال كره القدم، خاصهم هما يكونوا القدوه لكل الاعضاء. خيمونير هذا راه بلاغ ديال السلطات، درتو باسم العصبه، حنا ما كناكلوش تبن. حتى شي واحد ما قال لك تاكل تبن، ولكن البلاغ ديال العصبه ماشي ديال السلطات. حيت كون كان ديال السلطات منير غادي تحطيني في السلطات كتمشي معاك مباشره وما كتصدرش لك بلاغ، كتعطيك قرار انه تم وتقرر، ما غاديش تدخل معاك هي التفاصيل. هنا كاين شويه ديال ونهيب وندعو وبالنظر، لانه لا جيو ديريكت، كان شي حاجه ماشي هي هذيك نمشيو ليها قود، ولكن قبل من هذا وذاك نجاوبوا على الاسئله العالقه بعدا. ما هي وضعيه مثلا هذا الفريق؟ ما هي وضعيه هذه البطوله؟ ما هي وضعيه هذه الفرق؟ الى غير ذلك. فخر الدين على السلامه، كنتي شويه كتكحب. ما واش غادي الله يجيب الله يجيب الشفاء. ندخلوا لمنافسات كاس افريقيا او اقصائيات كاس افريقيا، وحنا الحديث ديالنا على الفريق الوطني المغربي. البارح دخلوا للتجمع وكان اول تغييرات تاكد من عدم مجيء نصير مزراوي، وتم استدعاء يوسف بن العمري لتعويض نصير مزراوي. يا كيف تكلمت معك من قبل، اظن على انه قلت لك انه المباريات ديال المنتخب الوطني الان اللي كيجري وداخل الميدان ما كتقدرش تعطيك واحد المحك حقيقي، فهمتيني؟ ما تخليش ما تقدرش تخلي يعني المشاهد ولا المشجع المغربي يعرف المستوى ديال اي واحد، ما دام على انك كتلعب بحال دابا حنا عندنا مباراه مع افريقيا الوسطى، جوج زعما مباراه هذيك مباراه في مباراه، جوج ديال المباريات وداخل الميدان في مدينه وجده. واش تقدر تعطيك يعني كيف كنقولوا حنا المستوى الحقيقي ديال المنتخب الوطني؟ لا، في غياب مزراوي ولا في غياب حكيمي ولا في غياب زياش ولا في غياب جميع العناصر اللي هي دائما تعود الجمهور المغربي على انه يشوفها داخل رقعة الملعب، فاللي كينتظر الجمهور وهو واحد كي نكونوا هنا عرض يكون في المستوى، وحتى اللاعبين كنبين باننا راه فوق هذاك المنتخب، ماشي كنلعب منير وكنتعذب ولا كنتصر بدون اقناع، هنا كتبين بانك راه انت باقي داخلك الشك، فهمتي اش بنقول لك؟ الشك في الاختيارات، الشك في اختيارات وبزاف ديال الحوايج. انا ما كيف قلت لك ذاك النهار لا داعيه باش نقويو من ولا نخلعوا الناس ولا الجمهور ولا المتتبع على انه عندنا مباراه، عندنا مباراه انا كنعتبرها مباراه شكليه، ما دام انت مأهل وعندك هنا تنظم كاس افريقيا، كيبقى العنصر الوحيد اللي خصك دير وهو كيفاش غادي تبان مع هذا المنتخب واللاعبين اللي غادي يظهروا واللي غادي يلعبوا لاول مره، فهو الدور ديالهم فهو كيكون محسوب والجمهور كيبغي يشوفوا.
هذا هو يعني انسجاما مع الطرح اللي كان في المباريات اللي فاتوا ديال هاد الاقصائيات. النتيجه راه كتبقى شكليه ولكن كتسنى لو كونتينيو ديال هذا الفريق ماتش. واش كيتطور من مباراه لاخرى؟ المباراه اللي انتصرنا بها حتى لاخر دقيقه مع لوسوطو بالهدف ديال دياز يعني هذيك كتحط اكثر من علامه استفهام. ثم بعض المباريات اللي كتقدر تنتصر فيهم ولكن بدون اقناع الجمهور تيكون كيقول لك اودي لا خاصنا مثلا العمل. نتمنى ان الناخب الوطني يشوف القدام ونزيد حاجه اخرى ولا داعي يا منير. حدا بعدنا واقع عندنا واحد المشكل فلا ولا عندنا تجاوب ديال الجمهور والطاقم التقني ولا المسؤولين على المنتخب الوطني. يعني نقول وليد الركراكي مع الاستاذ هذيك هي هذيك ولينا لا كثار كاين اللي كيدخل في هذه الحيتيات هذه. حنا ما بغيناش نكون نوصلوا للتجاوب ولا انا نجاوبك انت هنايا عن طريق هو ما خصو يجاوب حتى واحد. حنا شوف انت كمدرب ديال المنتخب الوطني فحالك فحال سائر المدربين اللي خدمتك عبر التاريخ اللي دازوا عندك واحد المرحله معينه وغادي تمشي. كنجي كندير الخدمه ديالي من خلال استجوابات ديالي تنكون معاهم بروفيسيونيل ما ندخلش فهمتي انت قلتي ولا انتم قلتوا ولا انا قلت حيت هادشي كله ما 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 غاديش ينفعنا حتى شي حاجه. كنخدم كندير الخدمه ديالي كنلعب ماتش ديالي كنجي عاوتاني في الاستجواب ديالي كنشرح للناس هذيك ساعه ونص اللي دازت اش وقع فيها ولا ما وقعش وصافي هادشي اللي كاين. ويا ريت تكون الاجوبه على ذكر الاجوبه راه غتكون دواء صحفيه نهار الجمعه ديال المباراه تيكون في ويا ريت يا ريت يكون ما قل ودل. سؤال علاش ما استدعيتيش فخر الدين رشحي؟ فوالا هي ما استدعيتش فخر الدين لانه ما داخلش ليا في لي بلون ديال هذا الماتش هذا وغادي نجرب لاعبين اخرين ولا غادي نوظف لاعبين اخرين. صافي غتكون مهني مع راسك حيت انا دخلت في التفاصيل. لا فخر الدين كيوزن والاخر راه كيوزن نقل منه لا هذا كيلعب والاخر ما كيلعبش غادي ياخذوا من عندك الجواب اليوم. ولكن ثق انك غطيح في التناقض مستقبلا ملي غادي طيح في واحد لوكا ديال خصك تجيب شي واحد اخر. فمن الافضل ان يعني تاع الاختيارات منير اللي كنت بغيت نقول شي حاجه وتلفت بغيت نطلب فخر الدين غير اجوبه تكون قصيره ما تعذبش راسك بزاف. ما كاين مشكل شويه الناس ها هو راكي يسمعوا الصوت ديالك ولكن لعب غير واقف طلق غير الباس الباس اللي مهم على قدر الصبر. وبالمناسبه راه كاين ذاك الرالي اللي كان هاد الايامات في المغرب احدى المراحل فاز بها ذاك المتسابق القطري ناصر عطيه هذاك ديما كاين واللي جا في المركز الثاني واحد سميتو يزيد الرجحي ما كاينش حاجه السعوديه لا ما عرفتش شنو السيدي الرجحي كاين في يمكن انا سمعت يزيد الرجحي قلت هو الرجحي كاين في راك عرفتي كاين في السعوديه بزاف. شي واحد كاتب على هذه القطعه قال لك جاهم اتصال قال لهم بدلوا الموضوع الله يلعن واه عاد جاتنيش انا مونيش قال لي هو الباه قال لك راه جاكم جاوبوا بصراحه قول لي شنو هو القطعه. لا لا حنا ما شو ما كنبرروا لحتى شي واحد زعما انا بغيتي تقول لي حنا راه الله يحسن العوان اخويا كتبرر لشي واحد كتبان صغير الله يعافيك اللي بغى ينوي شي حاجه اطلب جانا اخويا واحد الاتصال قالوا لنا قلبوا على العصبه قلبوا على داك الشيء صافي هلي وريك اش وقع نساحبوا الله يجيب الشيء والله العظيم. سي منير تحيه لكم من درب التازي يقول فخر الدين كيسلموا عليك وجوه الخير هنا الله يدير تعويض الخير للناس المدينه القديمه. امين امين خويا. يا حميد عقبال قال الراجحي سعودي صحيح سعودي الراجحي العبداتي. سي منير من الاحق في المنتخب المحلي هل الدغمي حارس صغير ورسمي في السوالم ام طه مريد الحارس الخامس في الوداد بالمناسبه يمتى يتحل ملعب محمد الخامس يمتى يتحل الله اعلم باش الله اعلم واش كاين دابا شي دات ولا شي حاجه الله اعلم. خليو انا بغيت نتسنى ها واحد انا كندوز وحده كنشوفو حتى يقرب ذاك النهار يقولوا لنا راه غادي تفتتح كذا كذا وديك الساعه ما نقدرش نقول شويه اللمسات نقول شي حاجه ما عرفتش واش شفتيهم ولا لا. ماذا وقع السيمونيري اتصل بالقشور من الزمامره راه جا كاع جا قال لنا حبسوا هذا الشيء حنا نخرجوا كنطلبوا فيه الله يرحم الوالدين خليونا عافاك راه ما تخرجوش لنا على رزقنا لا اله الا الله محمد رسول الله. ندخلوا نيت شكرا هاد لا ترانزيسيون ديال المنتخب المحلي. وحنا ناقشنا نهار الجمعه المنتخب الوطني يعني ديك الساعه باقي ما كاين لا لائحه لا والو ناقشنا انا واش غيكون شي تجمع في هذا الشهر ولا ما غيكونش فينالمون كاين تجمع وناقشنا انطلاقا من التصريحات ديال وليد الركراكي اللي قال على انه في اطار الخدمه والتنسيق مع الاداره التقنيه الوطنيه الشان وكاس العرب
غنمشيو ليهم دي جوغ دي او 23 قلنا مزيان دي او 23 بمعنى 2001 الفوق بمعنى المحليين ديال هادو اللي كانوا في الالعاب الاولمبيه هذه هي هادو هما لي او 23 ولكن هنا في هذا البلاطو في خردين قلنا راه هاد اللعابه قلال التنافسيه كتغيب غادي ممكن يتم الاستنجاد ب 2000 مواليد 2000 صدر البلاغ ما فاجئنيش انه غادي يكون منتخب محلي لانه كانت معروفه ولكن المفاجاه هي العنوان اللي تعطاه تجمع اعدادي للمنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق تسميه منتخب محلي البلاغ شنو فيه في اطار استعداداته للاستحقاقات المقبله علاش حشمتو قولوا في اطار استعداداته لكاس افريقيا للاعبين المحليين المقبله يدخل المنتخب الوطني مواليد 2000 قولوا المنتخب المحلي الفتره الممتده كذا كذا تجمعا مغلقا ما قالوش واش غيكون ماتش اميكال ولا جوج ولا غادي غير يمشيو يتجمعوا واش غيكون غير تجمع ولا مباريات مع انديه محليه ما تقالش واسمع هنا ولهذا الغرض وجه السي طارق سكيتوي مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين ولتحت لائحة المنتخب الوطني مواليد 2000 فما فوق يا اما راه كاين شي تخريجه عاوتاني ديال شي لعابه اخرين مواليد 96 97 98 جايه والله اعلم او لا كاينه شي تخريجه اخرى ديال الكوطا اللي غادي تكون لان هاد اللائحه هادي راه ما يمكنش انها ما توقفش البطوله وهنا الناس كيهضروا على نقطه واحده مزيان المنتخب المحلي مزيان المشاركه ولكن ما خاصش البطوله توقف الوطنيه توقف دابا نمشيو لمناقشه اللائحه لانه دخلوا عاوتاني الناس كيناقشوا العمق ديال اللائحه وهنا غادي نبدا نسولك فخر الدين شويه شويه اللائحه فيها من الرجاء ثلاثه اللاعبين بوشعيب عراسي حسين رحيمي زكريا لبيب اتحاد توركا رضا اسمامه حارس المرمى الياس القريمي جوج الجيش الملكي خالد ايتورخان امين زحزوح اكرم النقاش زكريا اشغلال من الوداد محمد مفيد أسامة الزمراوي نسيم الشادلي مهدي مبارك طه مريد وليد ناسي من نهضة بركان عادل تحيف هيثم منعوت أيوب خيري من الفتح رشيد غانيمي أيوب مولوع أمين صوان يحيى بن خالق حسنية قدير محمد أمين كتيبة وإلياس موتيق اتحاد طنجة عبد الحميد معالي وحمزة بوسكل من سريع واتزم كان بزاف ديال النقاش على اللائحة بالنسبة لك واش نفس المعايير اللي كدار في منتخب محلي هي اللي كدار في منتخب اول بمعنى واش منتخب محلي مسموح انك تجيب لاعبين اللي واخا ما عندهمش التنافسيه يمكن تعتبر انت كتقول بان منتخب محلي ما عليهش اضواء نقدر نمشي بواحد النوعيه من اللاعبين مادام انا غنشارك مع منتخبات اللي هي محليه ربما ما كيكونش عند المدرب تخوف فهمتي عكس المنتخب حرف الف ما يمكنش لك تغامر وعندك متابعه من الجمهور غيكون عندك حسابات يمكن هذا كمنتخب محلي كنمشي ندير فيه داك الشيء فهمتي اش نقول لك فحال اللي كتقول انت يا تجرب فوالا هادشي اللي كاين ما كاينش دي كومبيتيسيون زعما اللي غادي يخليوك واش داخله في ديك القضيه ديال مثلا راه كنعرف فخر الدين كان واحد كان كيتستدعى للمنتخبات دابا المستوى ديالو في الفريق ديالو شويه نزل ما كيلعبش واش يقدر هاد لو كان بغي نخرجو ثاني الا كنتي بغيتي تختار واحد لاج او لاج اللي غادي يعاون حنا كنهضروا في لاج واحد لاج فئه سنيه اللي غادي تمشي بها ولماذا تقدر تلعب وتقول يكون عندها مستقبل راه كيفاش كدير هاد المنتخبات هادو علاش حنا كنقولوا الاي اقل علاش كتقول اقل باش بنادم كيمشي ولا كان مزيان كتاخذو انت وكياخذو الاخر وكيوصل المنتخب حرب الف اما الا غادي نجي ونبدا نقريف في لي كارت ديالي انه ندير دي جوار اللي هما صافي ما بقاوش انا سو سي كونتر انا اللي نتمناه هو طارق السكيتيوي او المشرفين على المنتخب واش وليد الركراكي والاداره التقنيه باقي ما وضحوش لنا هذا الشيء انا اللي نتمنى ما يكونوا فليكسيبل مع هذه القضيه ديال السن ماشي بالضروره او 23 راه خصو يكون اقل من او 23 لا راه يقدر مثلا شي لعاب هنا فيه شويه ديال الضوء قبل اللي تطور مواليد 99 واخا ندير ثم ما نعرفش انا كيفاش غادي يتم التعامل مع الكوطه لا اعرف لان باش ما توقفش البطوله خاص ما تفوتش جوج اللعابه من كل فريق الفرقه وهي اللي خصها تكون كي غادي يديروا ليها خصها تكون توزيع كيفاش غيكون
دابا هذا الاقل واحد دابا راه كاين ثلاثه يقدروا مش الوداد بوحده ثلاثه من الرجاء سته من الوداد اربعه من الفتح يلقاو حل منير يلقاو حل خصهم يلقاو حل باش يخليوا البطوله تبقى لعبه. من بين الارقام اللي كاينه في هذه اللائحه كاين 26 لاعب منهم 6 مواليد 2000 منهم كاين 6 مواليد 2000 وكاين 17 مواليد 2001 وكاين مواليد 2004 وكاين مواليد 2006 يعني ديجا كاينين جوج اللي كانوا مع سعيد شيبه في لي اوديسات اللي هما عبد الحميد معالي ومحمد امين كتيبه مزيان بحال. وبالنسبه لي انا التنافسيه هنايا الا كان المنتخب عنده اهداف اخرى ديال تطوير الاداء اللاعبين اخراج مرافقه اللاعب المحلي اللي فيه الضوء انه يلعب في المنتخب. انا هذا الكونسيبت ما كاين مشكل انا عاجبني ما غاديش ندخل ديال وراه هذا كيلعب والاخر ما كيلعبش ما عندها علاقه الا كان ان اوفا 3 كيلعب وغادي غادي في خط تصاعدي كنظن انا يشوف ليكيب ا مباشره بلا ما يدوز من هنايا او اللي يشوف المنتخب الوطني مستقبلا ديال ليوفانتر. وهذا بخصوص المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين. غناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصله الحديث. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. سي محمد الحيان خويا منير راك ناقد جيد. لا والله ما ناقد اخويا كنديروا هذه المهنه النقاد عاوتاني هذيك حاجه اخرى. النقيد هو اللي عنده الادوات باش كيقدر يدير واحد القراءه لما يراه امامه هو يكون رايا ويدلي به بكل جراه هذاك هو النقد. ايوا هنا كاين الناس اللي كتقبل النقد كاين اللي ما كتقبلش كاين اللي كتقبلهم اللي كيكون في صالحها اللي ما كيكونش في صالحها يسمى تشويشا. ونكمل التعليق ديالك اسمح لي لانه حاولت نجاوب شويه غير على هذا. واخا سيدي حكام جدد مزيانين وماشي هما اسباب الاخطاء راه حكام الفار قدماء هما السبب. وثاني حاجه خاص نائب العصبه يلتزم. شوف خديني من هذا الموضوع ثاني انا هضرت على العصبه كمؤسسه الا دخلت في هذا الشيء ديال النائب وكذا غندخل في التشخيص وغندخل في تسميات الفرق اللي كينتميو لها هاد الاعضاء هادو. اللهم هضرنا على العصبه كمؤسسه لان اسباب نزول هذه المؤسسه هي الاشراف على المنافسات المحليه وضمان السير ديالها الجيد. بالنسبه قلتي لي الاخطاء الحكام رانا والله ما عندي مشكله ان الحكام الجدد غير يخطئوا وبالعكس خاص الحكام هاد الجدد يتوفر فيهم واحد جوج ديال الحوايج. اول حاجه تعطوهم المباريات ديال الانديه التي تثير الضجيج وداد رجاء فار ونقولوا نهضت بركان بدرجه اولى لانه بدرجه اخرى لان نهضت بركان دائما كيبقى محسوب على رئيس الجامعه فوز القجع فيما دارت شي حاجه لبركان وراه الرئيس وراه فوز القجع الى غير ذلك. قلنا اربعه نشجعوا هاد الدراري تعطوهم مباريات هكا ونحميوهم اللي نعطوهم مباريات بحال هكا مهما كانت الاحتجاجات. والحاجه الثانيه هي هذا المعطى ديال حكم صغير. انا بالنسبه لي حكم عنده 35 36 سنه راه ماشي صغير راه قرب يسالي. حكم صغير هي في 28 في 29 على اقصى تقدير ويكون كيدير بروميير ديفيزيون ونعطيه واحد الهاميش فين غادي يربح نقيطات ويقاد راسه في الكلاسمون وياخذ الشارات الدوليه في 30 في 31 ونربح بها سيدي منافسات افريقيه للانديه والكان وبزاف ديال الحوايج بما وصلت الوقت انه بعد الحكم يدوز واحد 12 سنه 13 سنه في المستوى الدولي. هذا حكم صغير. الا كنا غنجيبو راه كاينين حكام دابا 36 37 اصلا باقي ليه عام واحد ولا زقل الشارات الدوليه مشات ليه. ولكن منير هنا سمحتي لي المشكل ماشي من الحكم المشكل من التسيير ديال التحكيم. ملي كتعطي واحد الحكم في واحد العمر كتعطيه مقابلات اللي ما بقات ليه عام واحد على الشارات الدوليه اذا شنو؟ اذا انت ما قادرش تعطي لواحد الحكم لي جون لانه يجيغي لي ماتش وعاوتاني من هذا الكوتي اخر غتمشي عند الانديه غيقول لك انا ما تعطينيش واحد. غنوضحها للناس حيت دابا في النص ديال التدخل ديالي عاد دخلتي ما تبعتيش معايا النص الاولاني. قلت واحد السيد كيقول لي حكام صغار. قلت حكام صغار خصك توفر فيهم بعض الشروط. اولا حكم صغير نعطيه المباريات الكبار ديال هاد الانديه اللي فيهم الصداع وهاد الصغير واش في السن واش فعلا صغير؟ إذا كان صغير راه خصني ندير معاه المصاحبة والمرافقة. 36 راه ما بقاش صغير. ما بقاش صغير فوالا. دونك دابا المشكل راه من جميع الجوانب من عند الفروق من عند الجماهير من عند السير ديال التحكيم حيت ما يمكنش الجمهور غادي يصبر على حكم يلاه صاعد.
في دي ماتش لي ديسيزيف اللي خاصو نورمالمون يعطي القرار بلا ما يتخلع بلا ما يدخل واحد وسط واحد الجمهور اللي ما عرفتش شحال واحد الرقم بغيتش نعطيه. دونك خاصنا اما الصبر من عند الجماهير اما تكون الشجاعه عند المسؤولين ديال التحكيم لانهم يعطيو لهاد الشباب هادو الفرصه ديال ماتش كبار، ماشي تعطيني انايا دوري التميز اللي ما فيه حتى شي صداع ما فيه حتى شي مشكل حتى شي حاجه. دابا التميز واش لا دابا انا واخا بدا بالتميز ولكن شكون دابا الخليفه؟ دابا ها هو رضوان جيد ما بقاش، ها هو جلال جيد واحد. مثلا كريم صبري بقى لي هذا العام، كريم صبري بقى لي هذا العام، زوراق راه مشى، يلا شكون الخليفه بقى لي هذا العام؟ ما كاينش هذا العام ولينا كنشوفوا حكام جداد، ولكن راه كاينين اخطاء تحكيميه، راه هادشي بغينا ولا كرهنا، راه ضروري من الاخطاء التحكيميه، غير هي ما تكونش ما بغيتش نقولها منير. شناهي؟ الاخطاء التحكيميه هي وارده. بلاتي راه كاين عوامل اخرى، بلاتي ما خليتينيش نزيدها. سير. بقينا في هذه القضيه ديال حكام صغار، حكام صغار خاص المؤسسه بعدا تحميهم. خاص المسؤول على القطاع ديال التحكيم او لا في المديريه ولا في اللجنه المركزيه يحميو هاد الحكام الصغار ديال سير توكل على الله. الا غلطتي حنا معاك، الغلط راه كيوقع، سير توكل على الله غدير مباراه مزيانه. ولكن حكم الا كيكون غادي في الطريق وكيتصل به مسؤول كيقول ليه شد العصا من الوسط، فوالا هادشي اللي بغيت نتكلم فيه انا. راك غادي لواحد الماتش عندك رد البال من الطريق هو كيخلع فيه وكيقول ليه شد العصا من الوسط. ماذا تعني شد العصا من الوسط؟ الا جاتك انت ضربه جزاء مستحقه ايمن عطيتها لك، راه الطرف الاخر سنعطي ضربه جزاء وخا تكون غير مستحقه. ولا يتخلع يعطي واحد ضربه جزاء في الدقيقه 96 لادفيرسير خاسر مثلا. بزاف السيناريوهات، بزاف ديال السيناريوهات. بمعنى هذا الحكم اللي صغير اش كتكون فيه من الاول؟ من الاول كتكون فيه ملي راه المؤسسه راه ما كاين تشارش، كاين تشارش ديال من الاول راه الا مشيت لهذا الفريق ولا هذا ولا هذا خصني نكون رد البال وخصني من دونك منير هذه راه مسؤوليه مشتركه، راه ما كاينش حل. عقليه يعني مشتركه، مسؤوليه مشتركه. شنو الحل؟ الله اعلم. المهدي قال لي سلام سي مدرب، انت غادي يبداو لي ماتش تشامبيونز ليغ الافريقيه كانوا نورمالمون غيبداو في هذا اكتوبر غيساليو في ديسمبر. ملي جات الشان لان خص يكون عندها واحد لادات اللي فيها الاقصائيات ديالها، تم تاجيل الجوله الاولى ديال تشامبيونز ليغ وكاس الكاف، ما غتبدا حتى نوفمبر، حتى لو 26 25 26 نوفمبر، وغتبقى حتى لجونفي لو 17 جونفي غتسال. بمعنى راه غيبقاو الفراقي واللعابه يلعبوا حتى تقرب الشان. هنا ما عرفتش انا كيفاش غادي يكون تعامله. اول ماتش الرجاء الجيش المجموعه، الله فين المجموعه ديال واش قنيطره واش لا الرجاء اللي غيستقبل، الرجاء اللي غيستقبل عربي الزاولي بحضور جمهور الجيش. ايوا هذاك الشيء كيبقى مسؤول عليه شكون؟ شكون الكاف اللي غتنسق مع السلطات المغربيه. المهم الجيش عنده رحله صعبه الى ملعب العربي الزاولي، والرجاء عنده رحله صعبه الى الملعب البلدي القنيطره الى 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 اهله. اذا الحكم خصو واش يطبق القانون ولا يطبق التعليمات؟ الله يجازيك بخير، انت اللي خصتي لنا خصتي لنا كل شيء. مشكل كبير، مشكل عقليه. انا بعدا انا شخصيا اصلاح القطاع كيبدا من واحد المبدا بعدا خصنا نتفاهموا عليه كاملين. اصلاح القطاع يجب ان يبدا برحيل كل مسؤول عن المرحلة السابقة، يعني نهار تمسح الطبلة كلها من جدر وأدوات المرحلة السابقة ما يبقاوش في كل شيء، في كل شيء، في الإشراف، في التكوين، في كل شيء، وتبدأ مرحلة جديدة مع ناس أخرين. ديك الساعة تقدر، لأن لوبجيكتيف هو إعادة زرع الثقة، وراه الثقة راه ما بقاتش دابا، الثقة راه ما بقاتش دابا، راه اي واحد وهذاك فلان واحد ذاك هذاك النهار يجبدوا لك، هذاك النهار كان حكم لهم وكان دار لهم، وهذا الحكم شحال حكم لهذا الفريق، وهذا الحكم عمره ما تعين هذا الفريق وكذا وكذا، وهذا الشيء عشنا السنوات الماضيه. غادي ناخذ واحد الفاصل قصير مستمعينا الكرام، ثم نعود معكم دائما حلقه اليوم برنامج البطوله. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شهاده اف ام، وتحيه للاصدقاء اللي كيتبعوا معنا الحلقه ديال اليوم، تحيه لكم كاملين. بعد واحد 15 دقيقه نفتحوا الخط 05 22 36 05 36 للحديث لتبادل الاراء معكم مستمعينا الكرام. سي محمد الحيان قال لي اخويا يمكن ما فهمتينيش، راه هناك صراع بين حكام جدد وحكام قدماء، وما سبب الاخطاء باش ينزل من الفار باش ينزل؟ انا راه حتى واقيلا ما فهمتيش في الجواب ديالي، ملي قلت انا حكام صغار خاص المؤسسات تحميهم، ومن بين الاشياء ديال تحميهم هي ان الحكم القديم اللي غيكون معاه في الفار يعاونه ويسهل عليه الماموريه. خويا منير واش سمعتي التصريح ديال ايت بودلار؟ قال لي هو اللي راه درت ليك كادو عيط ليه المنتخب، ودابا خلي التصريح ديال الدري بعفويه
ولذلك راكي راه ناقشنا هذاك النهار فاش اعلن عليه في الندوه الصحفيه. شي اخبار على حسوني؟ والله حتى حشومه داك الشيء اللي طرا ليه حسوني مع الاسف حتى هو ينضم لديك اللائحه ديال الفرق اللي ديال اللاعبين اللي بدون فريق مع الاسف. والله الا مع الاسف. ملحق الملعب الشرفي في وجده كارثي. المولوديه تتدرب في العشب الاصطناعي، قاموا باصلاحات ثانويه بالملعب الشرفي والمفيد لا شيء يذكر. وراه كاين اشكال ديال البنيه التحتيه والملاعب في مدينه وجده كلها، باش نكونوا واضحين. مدينه وجده اللي كانت من المدن المرشحه مونديالي المونديال السابق، هي وجديده والناظور ورزازات وتطوان. سي مدرب، سيتي مدرب الرجاء الجديد، واش المدرب اللي كيدفع السيفي للفرق يوميا فيما يسمع فرقه خاصها مدرب كيدفع لهم، واش اداره الفرق ما كتنقصش منه مبدئيا مقارنه مع المدرب اللي الفرقه هو اللي كتواصل معاه؟ نوضح واحد المساله، مهمه المدرب اللي كيكون جالس شنو هي؟ المدرب اللي كيكون جالس كيبغي يخدم، يعني لا هو لا الوكيل ديالو. اي فريق كيبان على انه يبحث عن مدرب راه كيمشي كيتوكل على الله. المسؤوليه الاختيار عند الفريق اللي غيختار هذاك المدرب، لان الشوفه عاوتاني كتبدل، واش صالح ليك واش ما صالحش ليك. هذا الشيء اللي كاين. رسميا ملعب العبدي يستقبل مباريات الجيش في عصبه الابطال. جميل، ملعب العبدي ملعب اومولوغي من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم، مزيان. تحية محبة وتقدير لكم جميعا من الديار الأمريكية أخي منير. هناك مشكل كبير في جميع المجالات، أم إن من يسيرون ويرسمون القوانين والأنظمة لا علاقة، نفس الشيء لبعض المهنيين. خويا هضر معايا في الرياضة وفي الكورة الله يرحم والديك، شي حاجة أخرى أنا ما كنفهمش فيها وما كنعرفش ليها. رسميا ملعب العبدي. نمشيو بسرعة لبطولة القسم الثاني اللي تجرات نهاية هذا الأسبوع واللي عرفت تسجيل مجموعة من النتائج. مجموعة من النتائج، واخا دابا الناس على مستوى بطولات القسم الثاني يمكن غيبدا داك غتبدا ديك الشوفه ديال من دابا شكون اللي باغي يطلع وشكون اللي باقي منير باقي. لا كاين من دابا، كاين الجماهير اللي كتقول لك من دابا النتائج. واخا ما كاين مشكل، في نهايه الاسبوع الاسبوع المقبل غتكون الدوره ثلاثه. اولمبيك قريب كان هزم مره اخرى امام سريع واتزم، هذه المره 2-1 بعد الهزيمه امام الكاك، فهو كيخسر مع سريع واتزم 2-1. شباب بنقرير فاز على يوسفيه برشيد 2-1. الراك فاز على الكوكب المراكشي 1-0 في ملعب الابجيغو. رجاء بني ملال فاز على اتحاد يعقوب المنصور 3-1. الاتحاد الاسلامي الوجدي فاز على الكاك 2-1. ستاد ماروكان فاز على اولمبيك تشيرا 3-2. الوداد الفاسي فاز على شباب اطلس خنيفره 3-1. وشباب المسيره فاز على المولوديه الوجديه 1-0. هذه هي النتائج ديال نتائج ديال البطولة القسم الثاني في الدورة ديالها الثانية. وكان بودي يكون كان فخر الدين هنايا نسولو على بعض النتائج. فخر الدين غير اللي كيسولوا عليه غير واحد شوية من الزكام، يتعذر انه يكون في لونتين، هو كاين هنايا يستريح، هو جالس هنا بالشفاء ان شاء الله. سي محمد قال لك كنتوقع تأهل الرجاء والجيش للدور الثاني، تحية من تازة. بشرط أن اللقاءات ديالهم مع سان داونز ما تديش منهم سان داونز 3 بوان، تكون محكمة. بمعنى الرجاء والجيش إلا استقبلوا سان داونز يديو معاها ثلاثة يربحوها، وعلى برا جيب على الأقل نقطة، لأن سان داونز هو المنافس المباشر ديالهم. أما الفريق الكونغولي لا، مانياما مونير راه حتى هي ولكن قصاد جوبونس بيترو اتليتيكو لعبت مع تي بي مازيمبي ولكن راه كاينين فرق أخرى كتشتغل، راه دايما كنقولوها اودي افريقيا جنوب الصحراء ما كنظنش. واخا مونير واخا ما يمكنش تشوف واحد النظريه فريق اللي عادي عادي، خاصك فريق يحترم، خاصك يحترم كرويا، يحترم كرويا لانه يقدر في اي لحظه يديك مفاجاه. ولكن فريق الا ما ديتيش من عنده 4 خاصك تدي من عنده 6. هي انا متفقه معك، ولكن كيبقى حتى هو فريق اللي خص الرجاء ولا الجيش انهم يحترموا هذاك الفريق باش ما يتفاجئوش بشي نتيجه ماشي هي هذه. سميره جديد هضر على الوداد، فاش من سياق نهضر على الوداد؟ فاش غتجيب الفرصه غنهضروا على الوداد؟ انا اللي سمحتي لي مونير بغيت نتكلم انا على الوفد الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي اللي هو ريكاردو سابينتو. كنظن شفت البالماريس ديالو، كان انا كنت كنعرفو كلاعب، كمدرب عمرني كمدرب درب سبورتينغ ليزبون اللي كان كيلعب كيشاد يعني فريق ديال الشباب. من بعد شوف عطيني اخر فريق دوز. لا بلاتي هذا هو المقياس. جو بونس كان في شي فريق ديال ايران ولا شي حاجه بحال هكا. وقيلا كان في اليونان ولا قبرص. لا هو عندي انا عندي كاع هذا البالماريس ديالو، غير هو لو باركور ديالو
كما سبقت وذكرت كان داز مع سبورتينغ ليزبون، كان كيدرب واحد الفتره الشباب ابخي خدا تولى يعني الفريق الاول، وكان بقى معاه في نصف النهائي ديال الدوري الاوروبي. يا ابخي لعب مع ستاندار دو ليج وفاز معاه بالدوري البلجيكي. دونك هادو هما الاستحقاقات. واش درب ولا لعب؟ لا درب. كان كتبي معاك قلتي لي لعب. لا دابا انا ما قلتي دابا قلتي لا والله ما سمعتش. رجع الفار هشام الفار. بلاش الفار ما خدامش، يبقى لي 5 دقائق اخرى عاوتاني. درب ستاندار دو ليج قدام كاس بلجيكا. غير هو واش السؤال اللي غتطرح هنايا، واش غادي ينجح مع فريق الرجاء الرياضي في الادغال الافريقيه؟ على السؤال شوف الله يرحمك، حيت ملي كتكون بلوس زعما فلوروب ودربتي بزاف ديال الفرق اللي اوروبيه، ما عرفتش واش غتنسجم مع هاد الاجواء الافريقيه. عكس يعني زيمباور راه كان جا مع فريق الرجاء الرياضي، يعني كان عنده شي اجواء افريقيه. لا اجواء افريقيه وحنا هنايا مهم. ايوا حتى هذا غيجي حتى حنا هنا. لا ولكن راه عنده دابا السؤال لا كومبيتيسيون اللي شويه صعيبه. شكرا على هاد المعطيات. السؤال واش غيصلح هاد المدرب لداكشي اللي عندك انت دابا، لا بالنسبه للرجاء حاليا ولا بالنسبه الله اعلم في المستقبل القريب، يمكن بالنسبه للجيش الملكي ولا شي فريق اخر. واش غادي ينجحوا المدربين اللي غيجيو مع هاد ليفيكتيف اللي عندك مع الاجواء اللي عندك؟ هذا هو السؤال. واش غيصلحوا؟ ماشي واش غينجحوا، واش غيصلحوا؟ لا واش غيصلحوا واش غينجحوا؟ حيت فاش واش غينجحوا يعني واش غتكون معاهم نتائج ايجابيه للصعيد الوطني ولا الصعيد الافريقي، ولا غتكون عندهم غيجيبوا لك القاب، غيعطيوك لاعبين اللي بوتيتر كانوا في البون دو توش مع فرق اخرى. غير هي واحد القضيه منير. انا سبحان الله العظيم دائما كنت كونتخ يعني مدربين اللي يجيو من برا. اها مين كتشوف ثلاثه ديال المقابلات مع الجراري ومع ابو شروان الجيناني عفوا الجيناني وابو شروان، كتشوف لاعبين متحررين، لاعبين اللي خدموا، كتشوف انهم دوزوا لي ماتش ديالهم نقيين كما كنشوفوا. مؤقت. دونك علاش مؤقت؟ هذا هو السؤال انا اللي بغيت نطرح على المسؤولين. علاش مؤقت؟ علاش ما نثيقوش في هاد الاطر هادو ونعطيوهم لا بال ونشوفوا شنو غيديروا معنا في لا تشامبيونز ليغ؟ علاش حنا غنجيبوا مدرب مثلا اللي شفتي البالماريس ديالو؟ انا غنعاود نعطيك اخر يعني اخر فريق اللي كان فيه. اخر فريق ابوين نيقوسيا في قبرص ولا شي حاجه في اليونان، هذا هو اخر حاجه. ما بغيتش منير بلاتي نقول لك انا شنو كاين، لانه في 2019 مسيرتو كمدرب ما تبعتوش انا كاع. سبورتينغ براغ البرتغالي كان في 2019 جو بونس هو اخر يعني فريق اللي دربه. انا عقلت عليه في المجموعه ديال منتخب البرتغال مع امبرتو كويليو فاش كان جواو بينتو فيغو فيديكال روي كوشتا، كان هو كيكون احتياطي. كان لا انا كنبي معك دابا سميتو ساو بينتو اوتون كو اونترينور، لانه فريق الرجاء دابا الرياضي ما كيهموش واش كيفاش كان اونسيان جوار. دونك علاش انا كنقول دائما علاش ما تعطاش الفرصه للمدربين؟ راه ولاد الفرقه هذوك، علاش ما تعطيهمش ديك الفرصه؟ هما بينوا على واخا ثلاثه الماتشات ما غيبينوش دابا شنو المستقبل ديال الفريق، ولكن كتشوف لاعبين اللي ديك القضيه ديال بزاف ديال الناس اللي كيشوفوها من الشق ديال لا راه كيشوفوا لاعب المدربين مؤقتين اللعابه، ولكن هذه ما بانتش مع الرجاء. هذه 3 ماتش ما بانتش بالنسبه لي انا. وشنو اللي شفت؟ شوف ما بانتش المدرب لا جيناني لا بوشروان عارفين بانهم في مرحله انتقاليه غير مؤقتين، واللعابه عارفين ان ذاك لو ستاف مؤقت. ايوا المهم هذا رايي انا غادي نبقى صابر رايتون. شكرا. اخر فريق دربوا في قبرص خويا منير، داكشي اللي دارتو الجماعه بخصوص البنيه التحتيه في مدينه وجده، ولكن اختلالات في الفرق الحزبيه لم تسير هذا الملف بشكل جيد الله غالب. خويا ما كنهضرش انا على الملعب الشرفي بوجده، الملعب الشرفي بوجده راه تما من شحال هادي، راه غير واش تم تاهيل ذاك الملعب البلدي لوجده حتى هو يولي ملعب محترم، ثم واش كاين شي حاجه اخرى من غير هاد جوج ديال الملاعب اللي تقدر تقول؟ لان راه ما كاينش المولوديه والاتحاد الاسلامي لوجده، راه كاين فرق اخرى كثيره في هذاك التراب، واش عندها ما يكفي فين تلعب كره القدم؟ الا سمحتي لي منير، يعني في هذه السنوات الاخيره من 2021 القدام درب نادي الاستقلال ديال الطهران الايراني. استقلال اخر واحد هو ابويل القبروسي. ابويل نيكوسيا. ابويل نيكوسيا القبروسي. سيمون راه العصبه هذه اولا خصك مدرب محنك ولاعبين عندهم خبره، خير مثال هو مباراه الوداد ضد سان داونز نصف نهايه رجوع في النتيجه
الله يرحم باك اخويا حسين ما تقارنش ليا الوداد في هادشي اللي داز مع راه الوداد داكشي لهاد الماتشات اللي كتهضر عليهم راه ما وصلت الوداد داك النيفو حتى دارت واحد التراكم والتراكم كيدار ديال سنوات ديال سنوات والتراكم باش كيدار بالاستقرار ديال واحد الجروب صاحبي ديال واحد المجموعه وديال دي بيليه اللي بقاو في 50 و6 سنين واش هادشي يتوفر متوفر دابا في الرجاء وفي الجيش نقدر نقول لك في العاب في جوج ماشي ما كاينش واحد التيم ما كاينش واش فهمتيني ولا لا هذيك الساعه راه كنتي كتدخل مع ساندونز مع الاهلي كتدخل معاهم بونيا لان انا جبت سميت انا غيتقلقوا الوداديين راه عملود وما ادراك ما العملود هذيك الساعه يحيى عطيه الله وما ادراك ما عطيه الله حسوني وعاد واحد العصابه كانت في المليون اللي هي جبران وحسوني والجعدي وجلال الداودي سلامه بمعنى واش هادشي كاين دابا في الرجاء والجيش كنقول سميه جوج على اقصى تقدير بالشفاء العاجل ان شاء الله الله يحفظك السي عبد العسكري من العاب العربي الزولي تم تاهيله قالوا من طرف القجاع الجيش الملكي غير محسوب على والله العظيم الا كتبانوا لي انا بعض الجماهير ديال الفرق تعيشون من ذاك المنطق ديال خص دي ماشي واحد هو اللي كيتكرفس عليا انا خص شي واحد الله يهديكم الله يهديكم الفرق المغربيه لا تعطي الفرصه لولاد الفرقه يفضلون اجانب خويا كاين فرق اللي عطات الفرصه ولكن شوف ما بعد اعطاء الفرصه اش كيوقع واش هذاك ولد الفرقه كان عطيه الفرصه وكان احترمه كانه مدرب معزز مكرم او ولد الفرقه تعاون معنا وراك عارف وخايف اي لحظه غيجي مدرب يعني اللي جديد والو دابا انت يا راه صافي وراه حنا اللي هدرناك راه الفرقه اللي دارتك راه كتبدا تسمع الهضره هذه بعد مره ترى شحال من ولاد الفرقه هنا كيكرهوا يخدموا في فراقيهم على قبل ديك الهضره كتبدا تسمع كيقول لك نمشي لعند البراني معزز مكرم ولا كنبقى راه الفرقه اللي دارتك راه عطاتك اكثر ما عطيتيها والفلوس كاع شنو دا 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 ولا كلاوك في حقك ما عندكش الحق تمشي للنزاعات راه حيت ولد الفرقه وعندك وعاد خلي العباره المشهوره عند كل تعادل وعند كل شي باس ضايع ولا شي حاجه الفرقه اكبر منه وهذا عتاب اخر منير لبعض الجماهير اللي هي ما كتساعدش لان ولاد الفرقه يكونوا لانه المسؤولين كي بيان سور غادي ياخذوا وجهه نظر ديال الجماهير ديال لا هذا يلاه ولد الفرقه يلاه ما قادرش على هذه الفرقه ولا ما قادرش يعطي لهذه الفرقه ولا ما قادرش يوصل الفرقه لواحد المكانه دونك راه حتى بعض الجماهير هي كتساعد المسؤولين انهم يتاخذوا قرار ويجيبوا مدربين اخرين اجانب كتشير عليا سي هشام ياك واخ خذ اخويا الفاصل ومن بعد غادي نتلاقاو مع المستمعين ديالنا الكرام على 0522 36 0536 على اولتيز قال لي خويا منير واش انت كنتي لاعب كره القدم مجرد سؤال نجاوبك اخويا بعد الفاصل ها ما تمشي كان مدرب هو انا نجاوبك انتم دائما في استماع لبرنامج البطوله على شادة اف ام امين الفلالي انا متفق مع الاخت ايمان خليو جيناني وغادي بالفريق مزيان خويا انا متفق خلي جيناني الا كان غادي يخدم في الستاف ولا يمشي يقلب على راسه في شي بلاصه اخرى لان كرسي الوداد والرجاء هو كرسي من نار ما معطيش لولاد الفرقه لان ما كاينش اللي غيثيق فيهم خلينا من هذا الحماس ديال تروا ماتش ونا فيكتوار لا ماشي حماس خليني. لا اسمح لي لا تفضل تفضل ولكن غنجاوبك ماشي حماس كاين دابا واحد الحماس يخليو الماتش الجاي اول خمسة دقائق ما دارتش فيها الكره الفرقه كبيره عليه وعادي هادي زعما حتى مدرب اجنبي غادي يقدر يدير انا ضد هذا المبدا ديال الفرقه كبيره عليه بعدا هو الاول لا ماشي كيسون ديال الفرقه كبيره نمشيو دابا للجيش نعطيك مثال ديال الجيش المدرب دابا اييه عطيني ريزولطا بوزيتيف دارها بلاتي غنمشي معاك بعيد لا ما تمشيش معايا بعيد عطيني جواب لهذا لان فريد هذا الجيش الملكي اعلن المكتب المسير للجيش الملكي عن تعيين عزيز الصمادي مدربا للفريق بلاتي سير. مدربا للفريق الاول حتى نهايه الموسم يلا مزيان في الاول راه ولد الفرقه هاويه مزيان واش كتبقى هذه الهضره ديال ولد الفرقه؟ لا دابا منير دابا انت مشيتي ديتيني لبلاصه اخرى انا كندوي ليك راه النتائج سلبيه راه تقدر يعني تمشي عند المدرب اللي ولد الفرقه وتقدر تمشي عند المدرب اللي اجنبي شحال من مره البنزرتي ما دارتش معاه النتائج شحال من مره بزاف ديال الاسماء ما دارتش معاهم النتائج الله يعاون العونات كياخذوا فلوس وكيزيدوا العونات تحية البشروان تحية من تما هو ولد العونات ابن البار ديال العونات تحية لي دونك ما تبقاش تقول لي انايا النتائج سلبية او الفرقة ما كبيرة عليه وتا هذوك المدربين راه كبارين شوف انا غنعطي اكزومبل اللي شفتو
هو دابا ديال الجناني وديال ابو شروان نورمالمون كان خصهم يبقاو مع الفريق. ودانا بقيت نعطيك الامثله انا ما نساليش انا علاش كنركز على هاد الكبار حيت عليهم الاضواء. راه كاين فراقي ما عليهمش الاضواء وتكرفسوا على ولاد الفرقه. اي واش نعطينا نديج ولا ما تعطيش؟ عبد الرحيم شكيليت في الماس، عبد الصمد وراد في خريبكا، روكي في المحمديه، روكي والزياتي في المحمديه، ومصطفى والشريف في حسنيه تقادير. نزيد ولا باقي؟ مهم طلع ولا والفرقه ومدربين ستاج حيت عندنا ديك العقده ديال الاجنبي، ولكن من ناحيه من اخرى كاملين مسؤوليه مشتركه. تقدر تمشي تقلب على منير الشبيل واخا يبقى قال 6 سنين، المهم تجيبو. تقدر تقلب على العجلاني فين كاين دابا، تقدر تقلب على ارينا، تقدر تقلب على شحال من واحد، تقدر تقلب على شي لعاب يلا اعتزل في تونس ولا في يلا اعتزل غيدير التدريب تجيبو تعطيه فرقه كبيره ممكن هنايا وتسيني معاه بزاف. المهم يعني لا اله الا الله، انا كيقلقني هذا الموضوع لان مؤخرا مباشره في هذا النقاش ديال وكنهضروا على الرجاء، البحث على مدرب رجاء كتبدا تقرا كون غير يجي جريندو ولعبو بيكونوا مساعدين. اش مساعدين؟ شوف منطق الحقره كي داير. مساعدين الا كنت الجماهير مساعدين الا كنت غتجيب ليه مورينيو ولا تجيب ليه بيلسا ولا غتجيب ليه شي واحد غايقول لك صفقة. واش من صفقة هاي؟ لا هذيك الساعة نجيب هادو مساعدين خاصك تشوف والناس ما خلاو فين خرجوا ما خلاو فين علاش دابا انا كنهضر منير بهاد الحرقة هادي لأنه كنت في الماتش الأخر ديال الرجاء نسيت واحد ما قلتش باش مي سير عبد الإله صابر في الوداد وغير الأخر اللي كان في الوداد قول لي اللي مشى لهولندا سميتو رمزي رمزي لا رمزي مشيتي أنت جبتيه من هولندا دابا مهم حتى هو حتى هو كيبقى ولد البلاد كنهضر على ولدك اللي كان معاك رمزي الأخر رمزي الأخر لأنه شفت أنا خديت تصريح مع أبو شروان وشفت كيفاش ديك الفرحة ديالو بدوك لي 3 بوان وكيفاش كيقول لك حنا راه بغينا لا تشامبيونز ليغ لأنه هو المطلب الوحيد ديال الجماهير الرجوية حسن زوجي كتشوف واحد لا موتيفاسيون ديال ولاد الفرقة اللي باغيين عرفتي ديك اللي كتكون باسيوني باغي نعطي فرقتي ما باغيش فلوس باغي نعطي لفرقتي يا عباد الله خليوني نخدم. نسولك واحد السؤال لا واحد لا والله الا كيبقى فيا الحال انا هنا انا كنهضر على هاد الفرق الكبيره والتعامل ديالهم مع ولد الفرقه. اخر ولد الفرقه درب الرجاء شكون؟ جمال السلامي. السلامي اكزاكتومون. باش ساله؟ ايوا ساله بمسيره احتجاجيه. مسيره احتجاجيه وبعض الجماهير كانت كتقول لا وعلاش علاش درنا السلامي هكا كون غبقى. امتى تقالت؟ ايوا تقالت حتى مشى جو بونس مشاو جوج الرؤساء من بعد منه مشاو وكان مشى هو الفاتح جو بونس من بعد. دمعي في الكوكب الله يحفظك السي رشيد بن شوف راه والله العظيم راه شحال من مدينه فيها مطرب الحي لا يطرب وتحيه للصديق ديالنا اللي كان الربيع نغلق قدام تقمي ولا تشتان البهايم. زعما داك الربيع اللي كيكون قدام الدار راه البهايم ديال الدار ما كيستافدوش منه. هذا التشبيه ديال عند مولي البلاد. هنا ما كان نخصو حتى شي واحد. يجب اعاده ترتيب الاوراق في هذا الموضوع ديال اولاد الفرقه وكيفاش التعامل معاهم. اولاد الفرقه اللي على واحد القدر كبير ديال المسؤوليه وديال الخبره ومشاو ما خلاو فين داروا الثقه. اولا نعطيه باتساعه انا صافي خليه راه كيبقى ولد الفرقه فين ما كان. السفري كذلك منير. وزيد 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 اسماء عديدة اسماء عديدة ولا حول ولا قوة كل ماتشو ماتشو حق ساراغوز راه كتكل ساراغوزا بالاسبانيه باش ما تبقاوش زعما تبداو تبغيو تحكروا عليا ولا شي حاجة. ريان عابر قال لك فخر الدين في الوداد مازال فخر الدين تولى تدريب الوداد كمدرب رسمي داز من ديك المرحلة ديال فاش كان مرة هو مرة بن عبيشة كيديروا الانتيريم ولكن خداها كمدرب رسمي في واحد الوقت هو تيكون هنا وسولو قول ليه الضغوط اللي كيعيشو انت كمدرب رسمي وداك الشيء. كيف تم رفع المنع عن الرجاء ونسيم الحداوي لم يتوصل بمستحقاته؟ هل سمعتم حوار مصطفى الحداوي مع حسن البصري؟ سمعت اخويا حوار مصطفى الحداوي عطاه هذيك لا فيرسيون وشيء احنا باقي كنهضروا على ولاد الفرقه ولاد الفرقه اللعابه هذه عقليه راه المشكله ماشي في تعطي اللاعب المستحقات ديالو ولا ما تعطيهش. المشكله في هذاك التعامل اللي كتعامل معاه في الاول انت اللي هو اللي كيقلب عليك وانت طافي عليه التليفون ومن بعد ما كتجاوبوش هذه هي اللي كارثه هي اللي كتخلي واحد العادات ديال اللاعبين كيمشي حقد حقد ملي تبدا انت تقلب عليه تلقى معاه شي صيغه ما نجاوبكش اسيدي كاع حيت انت ما تصرفتيش مزيان من الاول معاه. اذا الاداره تعاملت بنفس المعاملة مع المدرب الوطني في حالة خسر الأجنبي 3 مباريات ما فهمتش السي أمين الفيلالي دابا ما هضرتش أنا على المدرب الوطني هضرت على ولد الفرقة داك اللي كيتسمى ولد الفرقة ولكن كيجرك المدرب الوطني ماشي الحالة ديال
لا ماشي بحال مثلا حالة الوداد عموتة، حالة الرجاء الطاوسي، الجيش الملكي، مدرب مغربي آخر، كنهضرش ولاد 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 داك اللي خارج من الداخل كتجيبو كتقول هذا ولد الدار. دابا هادشي كامل وقع في التدريب، وكاينين الناس كيطالبوا فخر الدين كمدرب، راه كتنقص من القيمة ديالو فاش كتقول ليه هاد الهضرة. راه واحد عقلت واحد المستمع فاش قال حنا بغينا غا فخر الدين، اللي فخر الدين لا غا فخر الدين، لا فخر الدين. بعض الجماهير تا هما كيساعدوا في هادشي، وتحمل الضغط وتعرف تواصل، ماشي تخدم ساعة في النهار. وسيدي راه دابا هادشي كامل وقع. ايه سي امين اذا وضح لي، راه ما فهمتش هاد النقطة اخويا امين، الله يجازيك بخير، ما فهمتهاش باش نقدر نجاوبك عليها. شحال من مرة مروان ديما واجد كمؤقت مع شي حد جديد من اللاعبين السابقين؟ بالنسبة مروان كيبان لي راضي على الوضع، بالنسبة للسفري مشى معه وش رجع. شكون مروان؟ بالنسبة لمروان كنظن كيتكلم على ابو شروان. ابو شروان راه عنده مهمة تما في الإدارة التقنية، ماشي المدرب المحلي مرعود اخويا في الماتشات الكبار كيتورق. احنا باقي على اساس داك اللي كتجيب اجنبي لا ما مرعودش، كيدوي اللاعب ولا المدرب هنايا؟ لاعب لا مدرب، لا مدرب محلي. شتي راه المنطق الحبر راه كيبدا من هنا. وانا اللي عجبني بزاف هو تم استدعاء منير اللاعب ديال اتحاد طنجه الحارس رايان ازواغ. ها هو استدعاء فين؟ استدعاء المنتخب اقل من 18 اقل من 18 سنه، يعني نيبت. أيه. تحت اشراف النيبت. دونك أيه. ها هو دري اللي لحسن الحظ ديالو لانه تعطاته فرصه في واحد لي دو ماتش، بين على واحد القدرات اللي جو بونس هو اصغر لاعب وقيله داز في البطوله الوطنيه كحارس، يعني 17 سنه يمكن في مقابله رسميه. حاليا راه كيتقال هو اصغر حارس، واش داز مقابله رسميه؟ في مقابله رسميه انا دونك اذكر انه كان شي واحد. دونك ها هي فرصه، دونك ها حنا غنعاودو نهضرو عاوتاني على الحراس ديال ولاد الفرقه، وها اللاعبين ديال ولاد الفرقه عطيهم فرصه، راه خاصهم هذيك الفرصه وفقط، هادشي اللي كاين. ودائما انا نبقى نهضر على هادشي. راه شحال من ريان ازواغ عندك في المغرب؟ ايه ولكن شحال من واحد داز وداز هكاك؟ لا شحال من ريان ازواغ عندك في المغرب؟ كاين بزاف. وشحال من هلال طير؟ وا اكزاكتومون ماشي بزاف، لان لا ولكن مين كتعطيه هو الفرصه ديال انه يدخل وتقتي فيه، راه بيان سور ماشي اي واحد غادي. شحال من بيستاره عندك؟ مدرب الحراس. وشحال من مقوين؟ باش شابو الهلال طير لانه عطاه فرصه، وماشي اي واحد غادي يقدر يعطي فرصه. معنا متصل؟ ايه واخ صافي. 05 22 36 05 36 بين ما تقاد الامور سي هشام. دابا خاصك تكون اكثر من مدرب باش تشد فرقه في المغرب، اكثر من مدرب بمعنى خاصك تكون مدرب وبسيكولوج وكدير الوساطه الاجتماعيه زعما تكون سوسيال، اقتراب وتقريب وجهه النظر بين اللاعب والمكتب، ولا راه غير صبروا شي شويه واخا سيدي ما كاين مشكل، الإدارة تتعامل بنفس المعاملة. ودوش في قصبة تادلو وش لا في سلا، لا وش لا في ليفار. اسمع عديدة لا تعد ولا. ياسين سياسين طنجة تحية لك أخويا. مع الاحترام والله التعليقات ديالك على الرأس والعين، ولكن راك كتكتبها يمكن باللهجة الشمالية، وبعض المرات كتغبر عليا شي كلمات وكيصدق المعنى ديال ياسين. عبد السلام السلام ديالي التحيه ديالي. هذاك الشيء اللي كتقول المدربين ما طولوا مع الفريق ديالو، هذاك الجيش ما قبلته مدرب كيبان في اي المدرب نجيب. واخا تحيه سي انا قريت اخويا. انا ما فهمتش المسؤولين ديال الجيش شنو كيتسناو. كيفاش شنو كيتسناو؟ شنو كيتسناو زعما شنو شنو كيتسناو من هذا المدرب هذا اللي كاين حاليا؟ سيمونا خاصنا نصبروا على اغلاق الملاعب وعلى التحكيم الشاب وعلى عوده الجمهور. اغلاق الملاعب امر واقع غيسالي واحد النهار، لان واحد النهار غيعاودوا يتحلوا الملاعب. عوده الجمهور الى ان يثبت او الى ان يتيسر عوده هذه الجماهير للملاعب، الملاعب الكبيره والملاعب المدن. ايوا تصبر على التحكيم الشاب
نصبر عليه الا كان مبني على رؤيه. هادشي اللي كاين. شتك مالك اخويا مزروبه بغيتي تعطي النتائج ديال بطولة كرة القدم النسوية؟ حيت باغي نهضر على واحد الفرقة مسكينة عرفتي راه مهلوكة فوتساليا. لا وا نسويا عطيت الثالثة نتاعي. وا كلشي يلا على بركة الله. منير غادي نعطيو أبرز المباريات ديال الدوري النسوي يعني النتائج ديالها من جولة الثانية ديال البطولة الاحترافية النسوية. بداية بالنهضة بركان اللي فاز 5-0 أمام الرجاء أيتي عزة الوداد الرياضي، واللي فاز بحصة ديال 10-0 أمام شباب المحمدية. شباب المحمدية اللي كيعاني من جميع الجوانب. لا وضحي. لا وضحي كيفاش كانت هاد الهزيمة. هزيمة ثقيلة بعشرة ديال اللاعبين اش غنقول لك منير، كاع لي كونديسيون ديال الهزيمه كانت في هذه المقابله هذه. دونك شباب محمديه فريمون كيعاني. غير باش نكملوا الباقي ديال النتائج، الجيش الملكي اللي انتصر ب3-0 على نهضه الزمامره، نادي بلديه العيون اللي انتصر بدوره ب2-0 امام اتحاد طنجة، وسبورتينغ البيضاء اللي فاز بنتيجه ومضمونا ب2-0 امام تضامن اللي تمارا. تعادل الواحد واحد اللي انتهت به المقابله ديال فينيكس المراكشي وهلال تمارا رجاء عين حروده اللي انهزم ب2-0 امام فتح الرباطي. دونك نعطي بسرعه ترتيب ديال هذه الدوره الثانيه اللي كنظن ما كانوش فيها مفاجات لي كبيره. جيش الملكي في المرتبة الأولى بست نقاط، نهضة بركان في الرتبة الثانية، الفتح الرباطي، سبورتينغ. دونك هنا اللي بان ليا منير هو دائما كنا كنشاهدوا واحد القضية ديال الجيش الملكي وسبورتينغ دابا غيلتحق الثالث اللي هو نهضة بركان. اكزاكتومون، وأنا قلت هذيك ذاك الموسم لأنه شوية بدات كتحرك ديك البطولة الوطنية النسوية، لأنه ما يبقاش فريق الجيش الملكي عنده ذاك ليتيكات ديال الفريق الوحيد اللي غادي يفوز بالألقاب. باقي مازال ولكن المهم بدينا بذاك ليطاب. انا عندي التخوف من هذا النظام الجديد ديال البطوله، ديال انهم غيبقاش ربما تلك الجمعيات المجتهده واللي كتكافح وشويه حتى هي غادي تاكل العصا، لان نظام الشطر الواحد ما كنظنش ان كل شيء مستعد ليه في البطوله الاحترافيه. لا اظن حنا منير كنحاولوا نتصلوا بالرئيسه ديال الاصبه الاحترافيه الاستاذه ايلا، لكن ما التليفون ما بغاش يشد باش نحاولوا نفهموا يعني هاد التغيير اللي غادي يطرا في البطوله الوطنيه النسويه. نشوف ناخذوا معنا اول متصل في حلقه اليوم، سي صديق بن سلام. مرحبا سي صديق. اخويا منير تحيه لك اخت ايمان. تحيه لك سي صديق. وما يكون بس عند الاخ فخر الدين. الحمد لله. وغير بغيت نحج هضرتو على اللي شكانش. اييه. الزمن الجميل. المرحوم سي مكوار كان سافر ديال هولندا هولندا وكان جاب لي كان جاب هنا هو اجاكس امستردام ولعبات مع الوداد وهذيك في اول في السبعينات. اذا اجاكس امستردام اللي لعبات حيت ما عنديش انا التدقيق في هذه المعلومه باش نكون امين معك. جات كاد بكامل نجومها يا سلام مع الراب وكرول اللي كان كيدرب كرول اييه وجاءوا كراف زعما لعبات مع النجوم ديال الوداد في منتصف السبعينات تقريبا 73-72 وخايب بالنسبه لهذا الشيء اللي واقع عندنا في الرياضه ديالنا راه ما كنظن هذا الشيء راه بزاف وانتم عييتوا والله عييتوا والناس عياوا يمكن دابا غير بحال شي واحد بغى يصلح الدار هو مشى دبر على واحد الجهه في كرا فيها فيني بدماء ثابت الدار ورجع داك الشيء دابا اللي دايرها الجامعه وداك الشيء دابا عندنا تظاهرات قادمين عليها وداك الشيء يمكن من القدام ان شاء الله تصلح الامور تبارك الله عليك اخي منور. الله يحفظك اخويا الصديق. شكرا ونتمنوا بعد هذا الصلاح ديال الدار. بالعكس انا غادي نصبر حتى تصلح لي الدار لان من بعد انا اللي غنستافد من واحد الدار اللي مصلوحه، غير هو واش انا غنكون واجد ملي غتكون الدار مصلوحه.
يعني تقدر تكون الدار مصلحه وكل شيء بخير والملاعب هي كبيره، ولكن الفرق ديال هذوك المدن ما نعرف. على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا كنتسناو الملعب الكبير ديال طنجه، ملعب منوف الطوطان اللي غادي يتفتح تاع وغيكون واو. اي اتحاد طنجه اللي غادي تكون في هذا الملعب هذا؟ ملعب اكادير اللي غادي يتفتح تاع اي حسنيه اكادير غتكون فيه؟ الملعب ديال مراكش اي كوكبين غادي تكون فيه؟ مركب محمد الخامسة وحتى الملعب ديال بن سليمان ملعب الحسن الثاني، اي رجاء واي وداد، حتى الملعب ديال الرباط، الملعب ديال الرباط هي ملاعب ديال الرباط غتكون. ولكن شوف الانديه ديال الرباط انا ما كنخافش عليها لان مسيره من طرف من طرف جهات رسميه صافي. اللي كتقول الجيش الملكي فهي مؤسسه قد، ملي كتقول فتح الرباط راه في المؤسسات اللي كتسير تحت تورقه كذلك. اذا داكشي ديال الاضرابات وداكشي ديال الازمات الماليه ما كاينش. لا ما غاديش يكون هذاك من هذا الشق هذا، غير هو اللي خص يخدموا عليه هو الجانب الجماهيري ديال الانديه. ابار الجيش الملكي الفتح راه شحال دابا؟ دابا راه غادر واحد 15 عام، يعني من 2009 2008 فاش بدا ذاك المشروع الاولاني، باقي الفتح ما لاقيش قاعده جماهيريه اللي كانت عنده واحد الوقت ملعب الفتح. هذا مشكل، ما عرفت شنو. بلا ما نقول لك اتحاد توارقه، بلا ما نقول لك اتحاد يعقوب المنصور، لا نتكلم الفتح لانه دات بطولات فهمتي، كانت واحد الوقيته مزدهره، ما عرفتش انا شنو المشكل ديال الجماهير ديال الفتح. الله يرحم باك، نوضح واحد النقطه ثاني باش ما يحسبوهاش الخوت بالطريقه اللي بغاو. ملي كنقول انديه الرباط لا خوف عليها لانها مسيره من طرف مؤسسات، ملي انت في كازا مثلا كتنعس لا في الوداد ولا في الرجاء وغادي تفيق وخصك تقلب على واحد جوج المليار ولا ثلاثه منين غنجيبها والمداخيل الملعب وداكشي، انديه ديال الرباط ما عندهاش هذا الاكراه هذا كاع. كاين واحد الاستقرار، كاين واحد المدخول قار هنا الانديه ماشي بحال. ولا شديتي هذه الانديه وعطيتها بنيه تحتيه بحال الملعب ديال الامير مولاي الحسن اللي غيتصاوب والملعب الاخر اللي غادي يتبنى، فاكيد بهذاك الاستقرار قادرين انهم يكونوا مهيكلين ويكونوا في المستوى. عمرك ما غتسمع ليتيج ولا غتسمع اضرابات ولا الدار البيضاء انت وزهرك. انت وزهرك. شنو ناخذ معنا عمر من كازا؟ يلا على بركه. سي عمر من كازا مرحبا. سي منير. تحياتي سي عمر. السلام عليكم. عرفتي درتي لي ديك الدخله ديال سي منير ديال راه غنقول لك شي حاجه. ورا ديما راه ديما. خليتينا مقلوبين واحد شويه داك الشيء علاش قلت. لا تفضل اخويا مرحبا بك. كمل لاباس بخير. الله يحفظك اخو، الله يلا بخير. تحيه لك. شكرا لك. الله يحفظك بارك الله فيك. غير واحد النقطه اللي طارت الانتباه ديالي، تكلمت عليها دابا على قبل المدرب والفرقه. وديجا راك تبغى تتكلم على قبل الفرق ديال الوداد البيضاوي على الترسانه البشري اللي تبدلت واحد 95 ولا 96%. يعني كيفاش هذا العقل المدبر الحالي ديال الوداد اللي هو عطاته نفسه انه يبدل 95 ولا 96% ديال الفريق من التركيبه البشريه، وما وهذاك 1% ديال المدرب ما والفرقه زعما ما دخلش دماغه، مع العلم ان الفريق يعني دخل داخله في البريباراسيون، حيت كان ضمن على ابار البطوله العالميه ما عندوش شي زعما شي كومبيتيسيون اللي لعب على افريكان ولا عندها شي معايير ولا هذا. يعني كيفاش هاد الناس زعما فكروا مزيان بانهم بدلوا الفريق كامل، ويعني واش ما كاينش مثلا حموده مسريفه ولا حسن ناظر ولا سي فخر الدين ولا اكسترا، لائحه طويله جدا. دونك غير النقطه اللي كاينه هو ان يعني الرؤساء الفرق ربما ما ولا الفريق ما محطوطينش في الطاوله ديال المفاوضات ديالهم كنظن، ابار الجمهور. ابار الجمهور اللي كما قلتوا كيقول فرقه كبيره عليه صغيره عليه، كنظن يعني راه الفونداسيون يعني في حد ذاتها ما عندهاش هذا لوسبري هذا كاع، ما يعني ما اقتنعش. واش كتهضر على هذه المرحله هذه اللي عاشتها الوداد من الصيف لهنا، ولا عاده زعما في لا اون جينيراسيون راك ولا راسنا فين يعني ما كاينش حتى شي حاجه يعني مده طويله هذه، ابار ما شفناش فخر الدين من ديك البطوله الوطنيه اللي كان دام على الوداد، ما بقاوش نشوف الفرقه اللي زعما دار لا سيزون اللي من بعد 2011 10 11. ابار فخر الدين يعني ما شفناش ابن الفريق اللي شدوا الدليل على ذلك. شوف احنا غير السلامي مثلا في الرجاء، نجا الرجاء بعد ما كان اللقب يعني غاب على الرجاء واحد المده طويله يعني في لحظه وحين مشاو للرجاء وجا واحد اللي ما عنده حتى شي تاريخ، فهمتي، جا واحد المدرب تونسي ما كان كيعرفو حتى شي واحد كنظن، وهو مشى من الرجاء ما كنا شفنا عليه والو. لا هذاك كتهضر على سعد الشابي. نعم انا يمكن خرج عليه فمه.
والله ما نكذب عليك. لا في الراجل لا في الجديد. تا في تونس. تا في تونس. عالمي. بعد مدرب عالمي. تا في تونس هضر بزاف و راه دازم التجربة ديال النجم الساحل. نعم 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 ولكن حيت لقى واحد الطبق في الرجاء البيضاوي ما تنساش سيمونو راه خلى واحد الطبق بالذهب. يعني خلى فريق جاهز ماشي وبين قوسين مشى ما عرفناش علاش مشى جا واحد مدرب اجنبي ولا هو اللي مزيان. لا مشى لان الجمهور ما بغاش. مسيره احتجاجيه. سلامي ارحل. نعم 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 انا ولكن يعني غير الفرقه ملي كتطلب التكوين ديال اللعابه ان ابناء الفريق خاص بحد ذاتها تكون يعني من من من, من, من القرارات الدوليه تكون انها تبروبوزي واحد المدرب يكون هو اللاعب الفريق وراه كنظن غادي يعطيك اكثر من مدرب اجنبي الى جينا للواقع يعني حتى هو عارف لو فون ديال الفريق شنو فيه. إيه سمحتي لي سي عمر غير هو واش كاين بعض الجماهير اللي غادي تصبر لك على هاد ولد الفرقه هذا بالنتائج هذا هو اللي كاين جمالك راه في النتائج فوالا دابا هذه عطينا واحد المعادله اللي صعيبه بزاف. نعم نعم دابا حنا نعطيو ليكزومبل ديال الوداد البيضاوي علاش لعب الوداد البيضاوي واش البطوله معيار بالنسبه للوداد البيضاوي واش كتعرف الوداد انها مزيانه ملي كتكون في كلاس مواتية في الدومي فينال في الشامبيونز ليغ والدوزيامه في البطوله الوطنيه تما كتقول لا بريسيون الوداد دابا اش من لا بريسيون كاين هذا الوداد دابا اش ولكن دابا اعاده بناء غير هو راه ماشي عندك فقط غير منافسات محليه راه خصك تنعس لا عندك منافسات محليه واللي اترافير هذيك المنافسه المحليه خاصك ترجع ثاني للشامبيونز ليغ العام الجاي. الشامبيونز ليغ ولا كوب دو موند ديال هذيك فيكس هذيك كاينه هذيك كاينه عام مره في اربع سنين مهم تاع هذا العام ما كانش اولا سيمون ديال الفريق في الحدادي ودابا خويا اش نقول لك دابا حنا راه في اكتوبر انا في اكتوبر والناس راه داروا الاختيارات ديالهم اختاروا انهم يبدلوا كل شيء المكتب والمدرب والمكتب والستاف واللاعبين ايوا هادشي راه خصو 97% ماشي سهله ماشي سهله اختار كاع هي جو بونس الظروف اللي لزمات على فريق الوداد الرياضي لانه يدير هاد الطفره هادي يعني يبدل كل شيء الظروف اللي لزمات كان على الوداد البيضاوي هو غير واحد ثلاثه لعابه ولا اربعه لعابه بحال حيمود بحال العملود ما عرفتش انا كنظن كيخليوك كيخليك ديما مستقر ديال الفريق داك يعني داك السين ديال الفريق كيبقى مستقر دابا شي لعابه ما يمكنش انا براسي دابا والله العظيم الاسماء ديالهم لا تلفي ليا الان انا راه ودادي راه نحلت عينيا دابا والله قسما بالله لا تلفي ليا سميت لعابه الا الحارس المرمى وحركاس فقط ما تبقى لكم نتلاقى لها راه حيت هما اللي بقاو من العام اللي فات واش اللي بقاو وانا روبير تحياتي السي عمر شكرا شكرا الحسين الوداد راه عندك تظاهره عالميه كاس العالم مدرب محلي كيمشي هاد التظاهرات ينتبهوا شيء من الخوف ها المنطق ديال الحكم راه حنا باقيين فيه دابا ها هو منطق عرفتي معادله صعيبه نهار تفكر صعيبه بزاف بلاتي تظاهرات عالميه واش هذوك اللي عينوا الركراكي قبل تظاهره عالميه ما كانش عندهم هاد قالوا ليه زيد ركراكي توكل على الله صافي راه مشيتي راه فرقع القضيه تما في قطر والفرقه محلي وطني راه شوف والفرقه على الراس والعين غير هو يتم ان يتم التعامل معها باحترام عرفتي قلتي واحد الكلمه قبيله منير هو انعدام الثقه ما كاينش الثقه هذا هو السر ديال هذا الشيء كامل ديال المعادله اللي معكسه ياك السي هشام خذ اخويا الفاصل وتبارك الله عليك السي هشام الله يعطيك الصحه فاصل ثم نعود انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شريف ام صديق اللي سولني قبيله واش فايت لعبتي الكره لعبت اخويا شي بارك انا شوف ما كانش غادي معايا داك الشيء ديال التيران كنت حارس مرمى حيت كيقول لك اللاعب الزرق هو اللي كي هو اللي كيحطو صاحبي عرفتي داك اللي ما عنده والو هما اللي كيحبسوه مسكين في الفوط لا ولكن كنت كنعرق التوني ولا حاجه فيهم راه كنتي مدرب عندك الكاف برو عندك لا قبل ما يكون تصنيف المدربين درت انا التدريب ايوا فين اش من فرقي فريق تيكوناتين لكرة القدم لا فريق شادا لا الفوتبول اسيس لا ديال شادا تمت الاقاله ديالي في الماتش الاول نتائج غير التفاهم زعما مع اللاعبين شنو الفيستير صعيب الفيستير اللي فيه وليد وناني نجوم والمهدي فيدا صعيب نجوم بالفعل حسين شاب صعيب تجيري نجم حسين شاب لعبنا الماتش الاول في الدوري ديال المرحوم بوعبيد الله يرحمه اللي كان منظم الرابطه الصحفيين في 2015 وكان واحد لقاء القمه مع قناه الرياضيه في الماتش الاول شكون كانوا شكون؟ هشام فراج فا 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 وسفيان الرشيدي على برا ما تفرقش بيناتهم هذوك لا سفيان الرشيدي ما لعبش هشام فراج مارك واحد البيت زوين وكان معنا رياض غازي انذاك حارس طلبنا الانتداب ديالو لان كان يخدم معنا ديك الساعه خسرنا بخمسة لثلاثة درنا مباراة مشرفة جدا مشرفة الماتش الثاني لاعبين مع ماروك سوار
حنا غادي ناقصين باربعه اللعابه، اربعه اللي كاينين وهما جايين بشي 10 ولا 12 شي داخل شي خارج، داكشي ديال المجموعه ديال الكيك. ايوا صافي بقينا كنحسبوا. ايوا كنحسبوا. لا عطينا عطينا شحال النتيجه سالات. خليت انا خرجت انا. درتي بحال تسخر الدين واحد النهار قال لك. خرجت. سيمون كنهضر على الفرق ماشي المنتخب. على ذكر اللاعب درنا شي بركه في شباب الصخور السوداء، والله يذكرهم بخير هذوك الناس اللي كانوا كيتعاملوا مع الدراري الصغار انذاك. المهم كانت الكره بعدا تي كتشوف شي بلاصه قريبه كتمشي تلعب الكره. ثم بعد من بعام الاولمبيك البيضاوي، الاولمبيك البيضاوي في ملعب تيسيما عام قبل الادماج ديالو وقبل حل الاولمبيك البيضاوي وادماجه في الرجاء. عندك الساعه ما بين ديك المرحله ديال ما بين اش كيقولوا لها لي او، ديك الساعه ما كانش لي او كان بيبي مينيم لي بيبي الي مينيم يعني 14 سنه 15 سنه. للاسف المدرب المحلي اصبح الحيط القصير وكل شيء كيمسح فيه رجليه، ولكن مع كامل الاسف راه هما اللي كيقبلوا هذه المهزله. مع الله يجازيك بخير، كاين اللي كيقبل هذا الشيء، كاين اللي كتمسح فيه يديك وكتمشي ونهار كيعيطوا عليك نفس الفرقه كترجع والواجب وحنايا اذا تما غير نحطوا الشخصيه ديالو. مسحتي يديك غسل يديك. نمشيو لتفراوت عند السي محمد. مرحبا السي محمد. كيدا اخويا وبريا. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك سي محمد. كيدا اختي ايمان. تحيه لك محمد، شكرا لك. الله يشافي جميع المسلمين اخويا وبريا. امين. اخويا وبريا انا ما متفقش معك اخويا في واحد القضيه قلتيها في هذيك السيمانه. فكرني. تسمعني؟ كنسمعك، فكرني. غادي نفكرك. اييه. واحد المستمع اتصل بك قلتي لي. اييه. شحال هذه شحال هذه باش اتصلتي قال لك اليوم قلتي لي لا خلي خلي الناس خرين. اييه. راه ما تيهزش، واسمعني ما تيهزش ما تيهزش بلاد بالهاتف ديالو يتصل بكم الا كو معزاز. اييه. معزاز. اييه. ولكن كاينين بعض الناس تيقول لك مثلا تندير الهاتف وما تيشدش، لا كاين بعض الناس ما تيبغيش هذا البرنامج ينجح. اللي تصلح مرحبا به اذاعتنا هذه وتنستافدوا منها. الله يجازيكم بخير. سي محمد. بغيت اتصل اليوم. نعم سيدي. ساليت ياك عطيتي الفكره ديالك. اي فيدني الله يجازيكم بخير. دابا انا هضرت انا تقنيا، انا ما هضرتش على المعزه والناس راه اصلا ما يتصل بك غير اللي بغاك. انا هضرت على تقنيا تقنيا. دابا كتعرف دابا شحال من واحد دايز معنا في المباشر؟ شحال؟ واحد. هو انت هو انت ياك. بمعنى اي واحد كيتصل دابا راه غيلقاها اوكيبي. وحتى الا كان كاع لا ماشي مشكل، حتى الا عندك راه عندك ستوندار مثلا اللي غادي يستقبل واحد 10 ولا 12 فوقت واحد، ولكن راه غير واحد اللي كيدوز. وما تقدرش تخلي مثلا شحال من واحد كيتسنى، وكاين اللي مثلا داك الاكراه التعبئه وغيتسنى غير زعما ديك الفرصه الوحده، غير هذيك الفرصه مثلا مره في الاسبوع صافي، وكتخلي كتخلي الفرصه. هذا الشيء اللي كاين، ما هي ما فيهاش تنقيس من حتى شي واحد. بالعكس، مرحبا بجميع، مرحبا بالجميع على الراس والعين. بالفعل. وعندي نقطه ثانيه اخو عمري. بسم الله. اللي بغى يتفرج هذا هذه المقابله ديال هذه البطوله الاحترافيه، تركز على البطوله الاحترافيه. اييه. يحط حدا فياج ديال البصله ويتفرج. علاش؟ ما مرض باش تتفرج. الله يعاونك اخو عمري. لا بلا توضح لي القضيه ديال البصله، علاش؟ مش عارف. كدوخ كتفرج كدوخ 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 كتسخف. وعينك كيدمعوا. شوف. واخويا بري. نعم. انا غنعطيك واحد اللقطه وردها عندك تما، راه عندك تما. اييه. عند المقابله ديال الرجاء وطنجه، هذاك الحارس اللي ناعس ودخل الطبيب وداروا ليه الفاطمه في الرجلين، دار هذيك الرجلين. الوقيته اللي بغا يدير في الكره ديك جاب هذاك الرجل اللي داير فيها الفاصمه. اييه. هذيك ما تخصكش جوج فياجات ديال البصله باش ديروا. هو في هذه الحاله باش راه الا عندي باش نجيب جوج فياجات ديال البصله، اش بغيت شي كره انا مازال كاع. الله يحفظك السي محمد، شكرا. الله يا ودي. توعد فيه وصافي. جلوبيوس قال لك ناري ناري على الاندماج، باش تعرف بنادم فين. راه الاندماج مرحله من المراحل التاريخيه اللي وقعت، التاريخ ما كيمحي حتى شي واحد. اندباج تم فيزيون بين واحد المؤسسه تم حلها وادمجت المكونات ديالها في الفريق الاول وفي الفئه الصغرى بفريق اخر، والسلام عليكم ورحمه الله. بغيتي تشد انت من شي جهه اخرى سير شد، الله يسهل عليك. انا كنتعامل بداك الشيء اللي عشت انايا، ما غاديش نجيب سي منير فخير الزكي ياك ولاد الفرقه. اييه. علاش تعطاتهم الفرصه ودربوا فرضوا شخصيتهم؟
و الزكي ومحمد فاش تعطاتهم الفرصة؟ واش تعطاتهم الفرصة في الأول عاد ولاو الزكي ومحمد ولا تا ولاو الزكي ومحمد عاد تعطاتهم الفرصة؟ شكرا. ياك على شحال بعدا خداو فريق؟ عطيني أنا لاج ديالهم، على شحال بعدا خداو أول فريق ديالهم؟ محمد نقدر نقول لك عاش في الفئات الصغرى، بعدا جاي طالع وشحال درب الفئات الصغرى وكان مدير تقني وكان مدرب بعدا ديال الأمل. المهم خلا ما دوز، بدا تا هو من التحت. أنا هنا ولكن فوقاش سؤال هو فوقاش تعطاتهم الفرصة؟ تعطاتهم الفرصة بزاف ديال المرات. حتى الديبي ديالهم كيفاش تتاقوا فيهم وكيفاش بالاسم وكيفاش تعطاوهم الفرصة لأنهم يدربوا كفرق ديال الجيش الملكي الرجاء، دونك كيفاش تعطاتهم ديك الفرصة؟ لكن أخي منير الجيش الملكي غتستقبل في وجدة لما بغات السلطات الجديدة ترخص لتنقل الجماهير، هذا الجيش كيفاش غتنافس قاريا وهي ما عندهاش ملعب خاص للمسؤولين يعاونوا الفراقي؟ اخويا اش غنقول لك، لحد الساعه انا باقي ما عندي حتى شي معلومه، لان قبيله كنا كنهضروا على جديده، دابا كنهضروا على وجده، في انتظار ان يتبين الخيط الابيض من الاسود. نمشيو ناخذوا معنا يوسف من كازا. مرحبا سي يوسف. وبري خويا كي داير بخير؟ الله يحفظك اخويا يوسف. عندك جوج ديال الدقائق، عندك جوج ديال الدقائق بالزربه طير، عطيني الفكره. دقيقه زيدني. لا ما يمكنش، ما يمكنش واخا ما تشريها نشريها. سير يوسف. اسمع 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 شوف. شغيت نقول لك، هضرتي على اللاعبين، اللاعبين اللي جالسين دابا ياك؟ اييه. عرفتي المشكل فين كاين؟ فين؟ راه ماشي مع انهم ناقصين ولا شي حاجه. ها؟ اييه المشكل فين كاين؟ عندهم الاكسبيريونس، عندهم المسائل. المشكل ان الانديه اللي غادي يمشيوا ليها الكبار ما غايمشيوش ليهم، ونهضروا الصراحه. اييه. الرباعي والخماسي اللي كنعرفوهم راه ما غايمشيوش ليهم. الرباعي ما كاينش خماسي. ولكن التحتانيين الازمه ما كايناش الفلوس. والناس ممنوعه من المنع، عندها المنع دابا، عندها المنع، اغلبيه عندهم المنع. والتالي ما عندوش المنع، راه هذاك الرقم اللي كنتي كتاخذ في الرباعي ما تاخذوش عند الاخرين اللي لتحت. واخا نقولوا ان ما كاينش دابا هنايا في المغرب. علاش مي علاش الدراري هادو يقدروا البالماريس تبارك الله، واغلبيهم داروا القاب واغلبيه سميتو هادشي بقى غير خير، علاش ما يهودوش الهند؟ علاش ما يهودوش الهند؟ ورا اللي لقى في نسله الهند راه مشى. والهند راه فاهمين بزاف. راه مشى وائل نوح السعداوي، مشى علاء الدين اجراي، مشاو بزاف. انا كنهضر على الدراري ديال الوداد والدراري ديال الوداد والدراري ديال سميتو، كاين واحد 12 دابا اللي جالسين ولا ما عرفت 10. مع الاسف. يقلبوا يهودوا الهند الكويت. ماذا ما يقلبقاش جالس، ماشي يبقى معول على المغرب. المغرب راه فيها ازمه، ازمه ديال الفرق، المنع والفلوس. واخا كاع يجي ما يخلصوش. يوقع ليه مشكل العام في الاخر ولا يوقع ليه، واش كاين ولا لا اوبري؟ انت ممنوع على جميع النواحي. المهم خليني نمشي معك للتحكيم. سير على الله. والله واحد الوليد والله العظيم اللي تيتفرج مع باه في القهوه. اها. ويقول لي بابا شتي كيشدوا من الشورت. بينانتي يا بابا، بينانتي. واش علاه ما نهضرش؟ علاه ما تندوي علاه؟ عرفتك دابا انت دوزتي ميساج غير سير بردا وسلاما. لا ما تندوي معاك، لا فري راه ما تنكسبش. انا راه ما كنبغيش نهضر في هذاك الشيء. شوف راه اللي قاعد الفيديو ديال المديريه غيخرج شنو غيقولوا. لا ماشي علاش، ما شوف رضوان جيد باغي يخدم، ولكن رضوان جيد على ما اظن كاينه شي حصه في الرويده باغيين يديروها لي انا. شوف راه صحابي حكام راه باغي ينوض بالمنظومه ديال التحكيم، ولكن كنظن عنده شي وحدين ما يمكن ما حاملينوش. خويا راه قلت واحد الكلمه باش نختم بها معاك، قلتها قبيله، قلت الا بغيتي الاصلاح في شي قطاع خاصك تمسح الطبله. كتمسح الطبله كلها. الله يحملك الوالدي. كتمسح الطبله كلها. دابا الفار فيه سمير الكزاز، وما عندنا كمان الكزاز. وخلاص فضيحة. وا يوسف. تهلا في راسك. واخو الله يدير الشفاء. شكرا لك، الله يحفظك يوسف. بك باش غادي نختموا حلقة اليوم، شكرا لكل المستمعين، شكرا لك إيمان. شكرا لك منير. ونتلاقاو غدا إن شاء الله مستمعين. هذا إيمان، برنامج البطولة الموعد ديالكم اليومي من 2 حتى الجمعة، من 1 حتى 3. إلى اللقاء.